السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض لكتشر 6 من الكورس بتاعنا كواليتي كنترول اوف هيربال دراجز. طبعا النهارده ان شاء الله هنبتدي نخش في مرحله تانية بعد ما شفنا المرحله اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت اهميه الكواليتي كنترول في البروسيس او في السيستم نفسه، بدليل ان احنا لما شلناها حصل كتير جدا من المشاكل اللي احنا شفنا امثله عليها حصلت قبل كده، وانواع ادلتريشن مختلفه ومشاكل كتير جدا بتحصل نتيجه خروج الكواليتي كنترول من السيستم، او نتيجه ان الكواليتي كنترول اللي عندك جوه السيستم مش efficient. طيب النهارده بقى هنبتدي نخش في السايكل نفسها، هنبتدي نتكلم على السايكل نفسها، وهنتكلم على حاجه تانية مهمه جدا اسمها الستورج براكتسز، او ان الهربال برودكتس اللي بتجي لك او الهربال ماتيريال اللي هي الكرود ماتيريال اللي بتجي لك من الفندرز او السبلايرز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم المحاضره اللي فاتت محتاجه تخزين بشكل مظبوط، فبالتالي لازم يظهر عندي مجموعه من البراكتسز او مجموعه من الممارسات بنقول عليها الجود ستورج براكتسز. يبقى هنا بنتكلم على حاجات لازم تتعمل جوه المصنع عشان يتم تخزين الهيربال برودكتس دي بشكل كويس. فالنهارده هنبتدي نغطي جزء من السايكل من الكواليتي كنترول سايكل مع حته الستورج براكتسز دي على خير ان شاء الله. تعالوا نبتدي المحاضره بتاعتنا مع بعض. النهارده هبتدي معاكم، انا حبيت ان انا ابتدي الاول قبل ما اخش في السايكل على طول، حبيت ان انا اركز على بعض الكونسبتس. انا عارف ان ممكن يكون الكونسبتس دي دكتوره ريهام غطتها لكم شويه، ولكن انا يعني حابب اغطي يعني اركز عليها الاول عشان نفهم احنا هنشتغل ازاي. اول كونسبت موجود معانا النهارده قبل ما نبتدي المحاضره بتاعتنا هو الثيرابيوتيك فاليو اوف هيربال دروجز. وهنا بنقول ايه؟ بنقول ان اي برودكت بيطلع من المصنع بتاعي المفروض انه يكون له ثيرابيوتيك فاليو. يعني ايه ثيرابيوتيك فاليو؟ كلمه ثيرابيوتيك فاليو احنا دايما بنحسبها، يعني امتى اقول ان البرودكت ده الفاليو بتاعته كويسه ثيرابيوتيكالي، الفايده العلاجيه بتاعته كويسه، بحسبها دايما او المقياس بالنسبه لي هو تركيز الماده الفعاله. بس تركيز الماده الفعاله ده في انهي وقت؟ هو ده السؤال. هل لما الهربال ماتيريال بيجي لي المصنع يدخل المصنع، ولا بعد ما بيطلع في صوره تابلت او كبسول من المصنع، ولا وهو على الرف في الصيدليه، ولا والبيشنت بياخده وقت الادمنستريشن؟ هو الحقيقه فعلا ان الثيرابيوتيك فاليو دي المفروض انها تكون تركيز الماده الفعاله المظبوط at the time of administration. عشان كده بيقول لك هنا ايه الكونسنتريشن اوف ذا ثيرابيوتيكالي اكتف كونستيتوينت اللي موجوده في الدراج بتاعي، بس امتى؟ at the time of administration، وقت ما البيشنت بياخد الدواء بتاعه. ومن هنا بتظهر فكره مهمه جدا، ان انا مهم قوي ان يكون عندي اناليسيس بيتعمل مظبوط للهربال ماتيريال عشان اتاكد ان نسبه الماده الفعاله مظبوطه، بس في نفس الوقت لازم اضمن ان نسبه الماده الفعاله ما بيحصلهاش ديجراديشن او ما بيحصلهاش ريدكشن او ما بيحصلهاش ديتيريوريشن مع الوقت، ما بتقلش مع الوقت. عشان كده ده بيظهر ان جزء في الكواليتي كنترول هنبقى نتكلم عليه، او ممكن دكتوره ريهام تكون كلمتكم عليه شويه، فكره الاستابيليتي تيستنج، ان انا اعمل استابيليتي تيست للبرودكتس بتاعتي عشان اطمن انها على مرحله او على مده معينه هتكون فعلا كويسه ونسبه الماده الفعاله تفضل مظبوطه لغايه لما البيشنت ياخد الكبسوله او التابلت اللي هو المفروض ياخدها. فهمنا؟ طب عشان اضمن الكلام ده يبقى لازم يكون عندي البروسيس بتاعت الكواليتي كنترول. يبقى احد اهداف البروسيس بتاعت الكواليتي كنترول هو فكره ان انا يبقى عندي ثيرابيوتيك فاليو كويسه لكل الهربال برودكتس اللي بتطلع من عندي. ومن هنا ظهر عندي تو كونسبتس. الكونسبت الاولاني الكواليتي. الكواليتي ان معناها ان البرودكت بتاعي يكون له جوده عاليه، فبالتالي لازم نعرف الاول كلمه كواليتي يعني ايه، وبعدين نعرف بعد كده كلمه كواليتي كنترول اللي هي هنتكلم عليها ونبدا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه لو جينا بصينا على كلمه كواليتي، الكواليتي هي عباره عن حاله للدراج، ستيتس للدراج. وعلى فكره الكواليتي دي ممكن تكون لاي حاجه، اي حاجه بيتم تصنيعها المفروض ان يكون ليها جوده، حتى التعليم نفسه اللي احنا بنقدمه ده المفروض ان يكون له جوده، له كواليتي معينه. فاي برودكت بيتقدم سواء مادي او معنوي او اي حاجه المفروض ان يكون له جوده معينه. فالستيتس اوف ذا دراج هنا في الحاله بتاعتنا الكواليتي بنتكلم على حاله الدواء اللي انا بتكلم عليه، ودي بتتحدد عن طريق كذا حاجه. بتتحدد عن طريق الايدنتيتي بتاعته، ان انا اعرف هو مين، البيوريتي بتاعته اتاكد ان هو بيور ما فيهوش ادلتريشن ما فيهوش غش ما فيهوش امبيوريتيز ثانيه، اتاكد من الكونتنت بتاعه اللي هي نسبه الماده الفعاله اللي موجوده فيه اللي هي جزء منها بنقول عليه الثيرابيوتيك فاليو، لان انا بتاكد كمان مش بس من نسبه الماده الفعاله ده انا متاكد انها مظبوطه at the time of administration وقت ما البيشنت ايه بياخد. تمام؟ بالاضافه برضو لو هو مثلا بيعمل بيولوجيكال اكتيفيتي معينه يبقى اشوف البيولوجيكال بروبرتيز بتاعته، لو هو له كلر واودر وتيست معين بتشك عليهم، الفيزيكال بروبرتيز، لو هو له بعض الكيميكال بروبرتيز المعينه بتاكد منها، كل الكلام ده. طب مين
اللي بيتأكد من الحاجات دي كلها المفروض ان اللي بيتأكد من الحاجات دي كلها الشركة اللي بتصنع الدواء بتاعك او الشركة اللي بتنتج الدواء ده، هي اللي بتتأكد من الكواليتي. ممكن يكون في رقابة عليها من جهات معينة، ولكن الاساس في الموضوع كله هو الراجل اللي بيصنع، هو المصنع او الايه او المانيفاكتشرنج يعني فاسيليتي اللي موجودة عندنا. طيب بجانب كده كلام مهم قوي كمان، ان مش بس الكواليتي بتمتد للبرودكت نفسه، لا ده بتمتد كمان لعملية التصنيع، يعني البروسيس نفسها اللي انت مستخدمها في تحضير التابلت، في تحضير الكبسول، في تحضير السيرب، مهم جدا انها تكون بروسيس ايه مظبوطه. عشان كده الكونسبت اللي كنت كلمتكم عليه المحاضره اللي فاتت، فكره الجود مانيفاكتشرنج براكتسز، ان ممكن يكون البرودكت اصلا كويس بس انت ما استخدمتش بروسيس كويسه، ما كانتش فاليديتد، ما كانتش كنترولد زي ما شرحنا في المثال بتاع الاكونيتم، فيحصل منها مشاكل. فهمتوا ازاي؟ فيبقى كل ده بيندرج تحت فكره الايه؟ الكواليتي. طيب ومن هنا ظهر الكونسبت التاني، ان الكواليتي دي عشان تحصل، ان الحاله بتاعت الدراج دي تكون كويسه من كل الجهات دي، يبقى لازم يكون في كنترول عليها، لازم يكون في حاجات انا هعملها عشان اوصل للنتائج دي. طيب ومن هنا ظهرت الفكره التانيه اللي هي فكره الكواليتي كنترول. يبقى الكواليتي كنترول هي مجموعه من العمليات، مجموعه من البروسيسز، الهدف منها ان انا احافظ على الكواليتي واحافظ على الفاليديتي بتاعه البرودكت اللي انا بصنعه. وده بتكلم على اي برودكت، مش شرط يكون دواء بالمناسبه. طيب ايه البروسيسز دي بقى؟ هو ده السؤال التاني. هل انا وزميلي بيعمل بيشتغل في المانيا وزميلي التالت اللي بيشتغل في انجلترا كل واحد بيشتغل ببروسيسز بتاعته هو، ولا لازم كلنا نشتغل بنفس البروسيسز؟ من هنا بتظهر فكره مهمه جدا اسمها فكره الجايد لاينز، ان كل الناس حوالين العالم تشتغل بنفس الايه؟ بنفس الطريقه. يعني لو انا عندي عينه سنه وعايز اتاكد منها واتاكد من الكواليتي بتاعتها، يبقى لازم اعمل بروسيس بخطوات معينه، هي نفس البروسيس دي تتعمل في المانيا وتتعمل في انجلترا وتتعمل في كل حته. ما ينفعش ادي صيدلي اقول له اتاكد ان دي سنه فيروح يعمل يبص على المورفولوجي بتاعها، وصيدلي تاني يروح يبص على الميكروسكوب، وصيدلي تالت يروح يعمل اتش بي ال سي. لا، لازم يكون في جايد لاينز، كلنا بنمشي بطرق معينه او بخطوات معينه ورا بعضها، ان سيكوينشال ستيبس او سيكوينشال اوردر، لغايه لما اوصل للنتائج بتاعتي. هل البرودكت بتاعي ده اوف جود كواليتي فيبقى ابروفد، ولا يبقى اوف باد كواليتي فيبقى ريجكتد؟ فهمنا؟ يبقى دي فكره الكواليتي كنترول، مجموعه عمليات، والعمليات دي مش بتتعمل من دماغنا، لا ده لازم يكون في جايد لاينز هي اللي بتحكمنا في العمليات دي. طيب بيظهر عندي نقطه تانيه مهمه جدا، انا كنت كلمتكم عليها المحاضره اللي فاتت، قلت لكم ان المحاضره اللي فاتت ان انت من خلال عمليه الكواليتي كنترول لما بتعملها بتجاوب على مجموعه من الاسئله، وما فسرتش، ما قلتش ايه الاسئله دي. انا دلوقتي هقول لكم ايه الاسئله اللي المفروض ان احنا اي عمليه بنعملها خلال عمليه الكواليتي كنترول، اي تيست، اي بروسيس بتتعمل، الهدف منها في الاخر تجاوب على حاجه من ثلاث اسئله. تجاوب على حاجه من ثلاث اسئله. الثلاث اسئله اللي احنا بنتكلم عليهم دول بنسميهم كواليتي كنترول كرايتيريا. يبقى دي الكرايتيريا اللي انا عايز اوصل لها، الاهداف بتاعتي، تمام؟ والاهداف دي الكرايتيريا دي ساعات بنسميها سب ستاندردز. السب ستاندردز دي هتوصلنا لاهداف اعلى منها بنسميها الستاندردز، تمام؟ او المعايير اللي انا عايز اوصلها في الاخر. بمعنى ادق كده خليني اشرحها لكم بحاجه بسيطه عشان تفهموها اكتر. انت دلوقتي لما بتخش صيدله بيكون الستاندرد الاساسي اللي انت عايز توصل له ان انت تكون تبقى صيدلي كويس، بعد 5 6 سنين تبقى صيدلي كويس جدا، ده اسمه ستاندرد، اللي هو الاوتكم الاخراني خالص من الشغل كله او من القصه كلها. انما عشان تعمل الكلام ده محتاج تعدي بسنه اولى وسنه ثانيه وسنه ثالثه، كل سنه من دول اسمها كرايتيريا او سب ستاندردز. فهمتوا؟ يبقى انا عشان احقق الهدف المين اوتكم ده النهائي الستاندرد بتاعي، لازم هحقق مجموعه من الاهداف الاصغر شويه، هي دي الايه، او اوصل لمجموعه من السب ستاندردز او الكرايتيريا الايه الاقل منه شويه. وبالتالي لما اجي اقول لك ايه هي الكواليتي كنترول ستاندردز، ستاندردز يعني دي المين اوتكمز اللي احنا كلنا بنجري وراها، اللي احنا عايزين نوصل لها في الاخر. انا كنت قلتها لكم في تعريف الكواليتي كنترول من شويه، او في تعريف الكواليتي من شويه، لما قلنا اول حاجه عندي ان انا اتاكد ان البرودكت بتاعي اوف جود كواليتي، ده ستاندرد اساسي. وانا بعمل الكواليتي كنترول ليه؟ عشان يكون الكواليتي بتاعته كويسه، الجوده بتاعته كويسه، كمان يكون افكتيف، يكون بيعالج، فكره الثيرابيوتيك فاليو انه يكون بيعالج اصلا البيشنت، فيكون افيكاسي، كمان يكون سيف، ما يكونش بيأثر على البيشنت باي شكل من الاشكال. عشان كده الرسمه دي لازم دايما تكون محفوره في دماغك، ان احنا عندنا دايما ثلاث اضلاع اساسيه، دول الثلاث اضلاع اللي انا عايز اوصل لهم من اي بروسيس بعملها في الكواليتي كنترول، ان انا اتاكد في الاخر خالص بعد البروسيس ما تخلص تماما بكل الجايد لاينز بتاعتها، ان انا البرودكت بتاعي اوف جود كواليتي،
سيف افكتيف، تمام كده؟ طيب مين اللي هيوصل للكلام ده؟ احنا قلنا ان اي حاجه متعلقه بالكواليتي كنترول الاساس فيها هو مصنع الدواء، عشان كده مصنع الدواء هو المهم في القصه كلها، هو المانيفاكتشرر ده، المصنع ده، هو ده اللي هيبقى وظيفته الاساسيه انه يوصل للثلاث اهداف دول. ولكن طب هتقولي ما ممكن ما يوصلهمش، ما هو لو ما وصلهمش مش هياخد البرودكت لايسنس بتاعه، مش هياخد الايه الرخصه بتاعته انه يقدر ينزل الدواء ده في السوق. واكيد دكتوره ريهام كلمتكم على حته الريجوليشن بتاعه عمليه الدايتري سبلمنتس والكلام ده. خلاص واضح؟ يبقى ده الهدف الاساسي او دي الستاندرز الاساسيه. عشان كده لازم خلال العمليات اللي احنا بنعملها نكون بنتاكد من الحاجات دي، بنتاكد ان البرودكت بتاعي في جود كواليتي، سيف، افكتيف. هقول لكم بقى احنا خلال الشغل بتاعنا في المحاضرتين او الثلاثه اللي جايين هنتاكد من الحكايه دي، ازاي نعمل السيفتي، نتاكد من السيفتي ازاي مثلا، نتاكد من الافيكاسي ازاي، ان هو افكتيف ازاي، نتاكد من الكواليتي ازاي، كل ده هنعرفه من خلال بعض الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها ان شاء الله. طيب عشان احقق بقى الثلاثه ستاندرز دول محتاج ايه؟ عشان احقق الثلاثه ستاندرز دول، وده اللي بيقول لك هنا، بيقوله لك ان مجموعه العمليات دي هتتاكد لي ان البرودكتس بتاعتي ميت اكسبتبل ستاندرز، يعني وصلت الستاندرز اللي احنا عايزينها بتاعت ايه؟ الكواليتي والسيفتي والافيكاسي. بس عشان احقق الثلاثه دول محتاج اجاوب على مجموعه من الاسئله. مجموعه الاسئله دي هنسميها الكواليتي كنترول كرايتيريا او سب ستاندرز. تعالوا نشوف الكواليتي كنترول كرايتيريا او سب ستاندرز دول عباره عن ثلاثه بنقول عليهم 3 فارماكوبيال ديفينيشنز او 3 فارماكوبيال كويشنز. ايه هم؟ يعني الفارماكوبيا هي اللي حطاهم لنا وبتجاوب عليهم دايما. اول حاجه الايدنتيتي، هل الهيرب اللي انت بتتعامل معاه هو الهيرب اللي انت عايزه ولا لا؟ ولما بنتكلم على ايدنتيتي فاحنا بنتكلم على ساينتفك نيم مظبوط، يعني بنتكلم على نبات عباره عن جينس وسبيشيز، مش بنتكلم ان انت بتقول لي بلادونا كده وخلاص ما في كذا بلادونا، مش بنتكلم ان انت بتقول لي سنه كده وخلاص ما في كذا سنه. يبقى لازم يكون الجينس والسبيشيز اللي انت عايزهم هم دول اللي فعلا قدامك في المصنع. هو ده سؤال الايدنتيتي. فازاي هنجاوب عليه؟ محتاجين تكنيكس، فالتكنيكس دي هي دي العمليات اللي هنشتغل بيها، هي دي الكواليتي كنترول. فهمتوا؟ يبقى الجزء ده من الكواليتي كنترول سايكل هيكون العمليات اللي هتخدم الكلام ده هتكون بتجاوب على السؤال ده، هل فعلا الهرب اللي عندي هو فلان ولا لا. المجموعه الثانيه من الكواليتي كنترول بروسيسز هتكون بتجاوب على سؤال تاني اللي هو سؤال البيوريتي، هل الهرب اللي عندي ده هو انا عارف ان هو فلان بس هل هو بيور ولا امبيور، هل هو معاه حاجات تانيه ولا معهوش؟ يبقى هل في كونتامينانس موجوده عندي، هل في ادلترنس موجوده ولا مفيش، هل في اذر هيربس، طب هل في اذر بورتس اوف ذا سيم بلانت، يعني المفروض ان جاي لي مثلا بلانت عباره عن سنه ليفز، طب هل معاه سنه ستيمز ولا هو سنه ليفز بس. كل ده تحت بند الايه؟ البيوريتي. يبقى لازم يكون عندي مجموعه من العمليات بتخدم القصه دي، بتجاوبني على سؤال البيوريتي ان البرودكت بتاعي بيور ولا لا. يبقى مش فكره ان هو موجود بس ولا لا، او هو فلان ولا لا بس اللي هي الايدنتيتي، لا ده لازم يكون هو موجود وكمان بيور بنسبه معينه. خلاص السؤال الثالث اللي لازم فيه يكون فيه جزء من الكواليتي كنترول بيجاوب عليك عمليات هو الكونتنت او الاسي، وده يمكن دكتوره ريهام كلمتكم فيه اكيد، فكره الكيميكال ايفالويشن اللي هو تستخدم اتش بي ال سي، تستخدم جي سي، الحاجات دي هتخدمك في ايه؟ هتخدمك مش بس ان انت تعرف وجود مركبات معينه موجوده ولا لا، لا ده انت كمان هتتاكد من تركيز المواد دي جوه النبات، ان الكونتنت او الكونسنتريشن اوف ذا اكتيف كونستيتوينتس جوه النبات ده ويذن ديفايند ليميتس انت عايزها، او ويذن النسب اللي انت مسموح بيها واللي انت عايزها عشان تحقق ايه؟ عشان تحقق الثيرابيوتيك فاليو اللي انت بتدور عليه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها من شويه. فهمنا؟ يبقى دول الثلاث اسئله اللي احنا محتاجين نجاوب عليهم، وهتلاقي اي عمليه او اي بروسيس جوه الكواليتي كنترول بتجاوب على سؤال او اكتر من الاسئله دي. يعني ممكن تلاقي بروسيس واحده بتجاوبك على اكتر من سؤال، بتجاوبك مثلا على الايدنتيتي وفي نفس الوقت البيوريتي، او بتجاوبك على الايدنتيتي وفي نفس الوقت الكونتنت وهكذا. تمام؟ ولكن انت من خلال الثلاث اهداف الصغيرين دول اللي هم بنقول عليهم سب ستاندرز او بنسميهم كرايتيريا، هتلاقي نفسك بتحقق المين اوتكمز في الاخر. ازاي؟ لو جبنا مثلا سؤال الايدنتيتي لو جاوبت عليه مظبوط فانت كده حققت كواليتي، لان انت فعلا الهرب اللي عندك هو اللي انت عايزه، فده معناه ان البرودكت اوف جود كواليتي. لو حققت جزء من الكواليتي وفي نفس الوقت حققت جزء من السيفتي، لان انت النبات ده سيف انت عارف ان هو سيف، وفي نفس الوقت حققت جزء من الافيكاسي برضو لان النبات ده هو اللي انت عايزه عشان هو افكتيف، ونفس الكلام بالنسبه للبيوريتي، طالما ما فيش كونتامينانس يبقى انت حققت جزء كبير جدا من السيفتي لان ممكن يكون الامبيوريتيز دي مش سيف، وحققت برضو جزء من الافيكاسي لان ممكن الحاجات اللي موجوده دي تاثر على نسب المواد الفعاله او تقلل من النسب دي، وحققت كمان جزء من الكواليتي لان ما ينفعش عندك يبقى برودكت اوف جود كواليتي ويكون فيه امبيوريتيز وهكذا.
الكونتنت او الاساسي نفس الكلام، هتلاقيه بيخدم كويس قوي في حته الافيكاسي، وكمان بيضمن ان مش نسب مش عاليه قوي فما يحصلش توكسيستي، فبيضمن في حته السيفتي وهكذا. يبقى هتلاقي دايما السب ستاندرز دول الثلاثه كويشنز دول هم اللي بيوصلوك في الاخر للمين اوتكمز اللي انت عايزها، اللي هي الكواليتي والسيفتي والافيكاسي. واضحه؟ ده بالنسبه للجزء ده. طب عشان احقق بقى واجاوب على الثلاث اسئله دول واحقق المين اوتكم بتاعي او المين ستاندرز اللي انا بدور عليها، محتاج ايه؟ محتاج بروسس، محتاج عمليات. العمليات دي اللي بيحددها لي هي ال WHO من خلال جايد لاينز. منظمه الصحه العالميه حطت لنا جايد لاينز كل المصانع تشتغل بيها بنفس السيكونس، بحيث يبقى عندي سيكوينشال ستيبس، عندي بروسس. البروسس دي بتبدا من حاجه معينه وبتنتهي بحاجه معينه، خطوات ورا بعضها ان سايكل، تمام، بتشتغل. تعالوا نشوف الايه الجزء ده بقى، الجايد لاينز دي بتقول ايه. يبقى الجايد لاينز دي اللي حطتها لنا هي ال WHO، حطتها في المانيا، كان مؤتمر معمول في المانيا سنه 91، وهي عامله جايد لاينز مخصصه لحته الستاندردايزيشن اوف هيربال دراجز. يعني هي مركزه بس على جزء الهيربال دراجز ده، ولو دخلتوا على الاونلاين كده وكتبتوا WHO جايد لاينز مثلا اوف هيربال برودكتس هتلاقي يطلع لك البي دي اف بتاعها، وبيتجدد كل سنه من ال WHO بيتحدث، تمام كده. يبقى هو فري، ما تقدر اي حد يقدر ينزله. طيب الجايد لاينز دي عباره عن ايه؟ هي الجايد لاينز هي العمليات اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى هي عباره عن سيريز، هي عباره عن سلسله من التاستس او من البروسيسز، ولازم تكون ستريكت. يعني ايه ستريكت؟ يعني كلنا نلتزم بيها وكله يبقى ماشي بنفس الايه، بنفس السيكونس ده، تمام. طبعا مين اللي بيحطها؟ المفروض ان يحطها اورجانيزيشن متعارف عليها انترناشونالي، وليها قيمتها وليها ثقلها. فعشان كده احنا هنا بنستخدم مين؟ ال WHO، هي دي اللي بتدينا الجايد لاينز بتاعتنا وتتاكد من الكلام اللي احنا قلناه، الكواليتي اوف هيربال برودكتس باستخدام مجموعه من التكنيكس والايه والعمليات، اند ابلاينج سوتابل ايه سوتابل ستاندردز، تمام كده. واضح؟ يا رب كده تكون الدنيا وضحت. وبالتالي من اول بقى السلايدز اللي جايه ان شاء الله، او من اول بدايه المحاضره من السلايد اللي جايه، هيكون الهدف الاساسي هو ان احنا نشوف الكواليتي كنترول سايكل بتاعتنا بتمشي ازاي بالخطوات بتاعتها، بما فيها الجزء اللي اديته لنا دكتوره ريهام، هنشوف مكانه في الكواليتي كنترول سايكل بيكون فين. خلاص تمام. برضو هتكلم في السلايدز، هتلاقينا في البدايه الاول ما بتكلمش على السايكل شويه، بتكلم اكتر على حته الاستورج براكتسز، ازاي بنخزن الهيربال برودكتس بشكل صحيح، لان دي اول خطوه قبل ما نبتدي عليها كواليتي كنترول. انت اول ما بيجي لك الهيربلز مش شرط ان انت تشتغل بيها على طول، بتضطر ساعات بتتخزنها فتره وبعدين تبتدي تستخدمها وتصنع منها. فبالتالي مهم قوي نفهم الجود ستورج براكتسز دي بتتم ازاي. انا بس في السلايد دي حبيت اوريكم ال WHO جايد لاينز كده، يعني مقسمه لك او عامله لك الشغل بتاعها ازاي. فهتلاقي انا مقسماه بالثلاثه ستاندردز ازاي، يعني عامله لك مجموعه من الجايد لاينز بتحقق لك الكواليتي، هي مسميها فارماسيوتيكال ستاندردز. فخلال الجايد لاينز دي هي بتشتغل معاك، بتقول لك خلي بالك لو عندك كروت بلانت ماتيريال تعمل معاه ايه، ايه العمليات اللي تعملها له، البلانت بريباريشن متحضر تعمل معاه ايه، فينيشد برودكت في صوره بقى تابلت او كبسول او كده تشتغل عليه ازاي، تعمل اسسمنت للاستابيليتي ازاي عشان تضمن الثيرابيوتيك فاليو اللي كنا اتكلمنا عليها. يبقى كل حاجه من دول هتلاقي لها مجموعه عمليات ال WHO ابروفنج العمليات دي انها انت تستخدمها في عمليه الايه الاسسمنت. يبقى كل البند ده بيخدم الكواليتي. طيب الجزء اللي بعد كده هيخدم السيفتي. يبقى قالت لك ان هيكون في جزء من الاستاديز لازم تعمله عشان تطمن من السيفتي بتاعه البرودكت بتاعك. ممكن تعمل حاجه اسمها توكسيكولوجيكال ستاديز هبقى اكلمكم عليها، ممكن تكتفي بس بان انت تجيب دليل من التراديشنال ميديسن اللي كانت الدكتوره ريهام كلمتكم عليه، فكره التراديشنال اكسبيرينس بتاعت زمان سواء في انديا او في الصين كانوا بيستخدموا النباتات دي بشكل كبير جدا لمراحل من قديم الازل يعني. فبالتالي انا ممكن اجيب دليل من التشاينيز فارماكوبيا او من التراديشنال ميديسن ان الحاجات دي بتستخدم من زمان وبالتالي هي سيف، وبالتالي ده يكفي جدا كحته الايه السيفتي. وهنبقى نتكلم على حته السيفتي ايفالويشن دي. والحاجه الاخيره الافيكاسي ايفالويشن، ان برضو ال WHO قالت لك ان انت ممكن تتاكد مثلا البرودكت بتاعك ده بيعمل الحاجه الفلانيه من خلال انت تعمله فارماكولوجيكال اكتيفيتي معينه، تعمل ايفالويشن ليها سواء ان فيترو او ان فيفو او كلينيكال ترايلز. هنتكلم على الكلام ده برضو في المحاضره الاخيره ليا ان شاء الله. وبرضو ايه هو الايفيدنس اللي انا محتاجه عشان اقدر اقول والله ان النبات ده بيقدر يعالج الحاجه الفلانيه، فهمتوا ازاي؟ وبالتالي انا حسب الليفل اوف ايفيدنس ده، حسب الدليل اللي عندي، هقدر اقول البرودكت بتاعي ده ممكن يكون دايتري سبلمنت بس او ينفع يكون دراج ويعالج بشكل كبير. كل الكلام ده هنتكلم عليه. يبقى ال WHO حطت لك جايد لاينز وقسمت الجايد لاينز دي حسب الستاندرز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا عايزين ايه نوصل لها. وحديثا بدات كمان تزود في الجايد لاينز دي حاجات متعلقه بالدعايه،
بالبروموشن للنوعيه دي من الدواء للهيربال برودكتس، وكذلك بالبرودكت انفورميشن فور ذا كونسيومرز اللي هي البامفلت اللي بتكون موجوده جوه روشته الايه، جوه العلبه بتاعه الدواء، ازاي اكتبها وايه اللي يتكتب وايه اللي ما يتكتبش، وفي الدعايه ايه اللي نعمل بيه دعايه صح وايه اللي ما ينفعش ان احنا نقوله واحنا بنعمل دعايه للايه او ماركتنج للبرودكتس بتاعتنا. فكل ده دبليو اتش او حاطاه، يعني مش سايبه حاجه، حتى البروموشن وعمليه البرودكت انفورميشن للكونسيومرز حاطه لك الجايد لاينز اللي انت تشتغل من ايه من خلالها فيما يتعلق بالهيربال برودكتس. تمام، يا رب يكون الجزء ده كده كان سهل، انا حبيت ابتدي بيه، هو ده ما كانش في المحاضره اصلا بس انا حبيت ان انا ابتدي بيه الاول عشان نفهم بس احنا هنشتغل ازاي في الفتره اللي جايه او في الجزء اللي فاضل ان شاء الله في المحاضرات بتاعتي. في البدايه كده لما لو جينا هنشوف المحاضره بتاعتنا المفروض النهارده هنطلع منها بايه، احنا النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا لو فاكرين كنت بدات معاها في بدات معاك اتكلم المح ليها في المحاضره اللي فاتت، وهي الجود ستورج براكتسز او الجي اس بي لو فاكرين. الجي اس بي او الجود ستورج براكتسز دي احد الحاجات المهمه جدا لعمليه التخزين بتاعه الفارماسيوتيكال رو ماتيريال عموما، ولكن طبعا بتبقى مهمه قوي اكتر كمان في حاله الاستورج بتاعه الهربال رو ماتيريالز. طبعا بنتكلم في التخزين يبقى احنا بنتكلم على رو ماتيريال وبرضه بنتكلم على فينيشد برودكتس الاثنين، ولكن هنا انا هركز طبعا على الاستورج اوف رو ماتيريال لان دي اهم بكتير. عمليه ان الهرب يجي لك الاول من الفندر او من السبلاير زي ما شرحنا المره اللي فاتت، وبعدين انت محتاج ان انت تتعامل معاه صح الاول عشان ما يحصلش انفيريوريتي نتيجه البوست الامبروبر بوست بروسيسنج او الامبروبر بوست هارفستنج، ان انت بعد ما عملت بعد ما مع الهرب رو ماتيريال حصل له هارفستنج وجالك انت اتعاملت معاه غلط فحصل فيه انفيريوريتي وبقى اوف سب ستاندرد كونديشن. وطبعا انا مش فاكر الانفيريوريتي، لازم يعرف المصطلح ده كويس قوي، اخدناه طبعا المره اللي فاتت. خلاص، وبالتالي يبقى اول حاجه هنتكلم عليها بعض الحاجات او بعض الامثله على الجود ستورج براكتسز، ازاي ان انت تخزن الهرب رو ماتيريال بتاعتك بشكل مظبوط. النقطة التانية اللي بنتكلم عليها بقى، وهي دي نقطة برضو المهمة قوي اللي هنكمل بيها يمكن بقية الترم كله، اللي هي فكرة الكواليتي كنترول سايكل. لغاية دلوقتي احنا ما اتكلمناش على الكواليتي كنترول سايكل نفسها، انت بتعمل ايه في السايكل دي، بتشتغل عليها ازاي، او ايه الخطوات اللي انت بتعملها. ولو فاكرين كنت قلت لكم ان احنا عندنا جايد لاينز لازم بنمشي بيها، طب الجايد لاينز دي بتقول ايه؟ هو ده بقى اللي هنبتدي نتكلم فيه ابتداء من نص المحاضرة دي او من يعني الثلاث ارباع بتاعها بعد ما نخلص الربع الاولاني اللي هو الجود ستورج براكتسز، وبعدين نكمل بقيه المحاضره كلها في اول خطوه او خطوتين من الكواليتي كنترول سايكل. تمام كده، وبعدين بقيه المحاضرات الجايه كلها هتبقى مكمله معانا السايكل دي او السايكل دي بتشتغل ازاي. فهنا بنتكلم ان احنا هنبتدي النهارده نعرف ازاي تو ايفالويت الجينوينيتي او نعمل اوثنتيكيشن للهربال رو ماتيريال بتاعتنا، وازاي نعمل ايفالويشن كمان للبيوريتي بتاعه الهربال رو ماتيريال. يبقى احنا هنا تقريبا من التكنيكس اللي هنتكلم عليها النهارده ممكن نكون بنجاوب على السؤال الاولاني اللي هو الايدنتيتي، وعلى السؤال الثاني كمان اللي هو البيوريتي. تمام، لو فاكرين هل الهرب ده هو فلان ولا لا، وهل في كونتامينيشن ولا او كونتامينانس ولا مفيش. فنهارده هناخد مثال للكواليتي احد الميثودز اللي ممكن تشتغل معانا في الحاجات دي بشكل كويس. تمام، ولكن دايما هتلاقيني في الكواليتي كنترول مش بتكلم عليها على مجرد تكنيكس كده وخلاص، اتش بي ال سي جي سي مايكروسكوب، لا احنا هنتكلم عليها من خلال جايد لاينز بتقول لك لما يبقى عندك رو ماتيريال تيجي لك المصنع هتعمل ايه. اول خطوه هتعمل كذا، تاني خطوه هتعمل كذا، تالت خطوه هتعمل كذا، بحيث ان نوصل في الاخر ان احنا هيكون عندنا سايكل متكامله. السايكل دي بتحقق لنا التلات اهداف اللي احنا عايزينها، اللي هم الكواليتي والسيفتي والافيكاسي، التلاته ستاندردز اللي احنا كنا بندور عليهم. وقلت لكم عشان نحققهم لازم بنجاوب على مجموعه من الاسئله، اهمها هل الهرب ده هو فلان اللي انت عايزه ولا لا، اللي هو الايدنتيتي، هل في كونتامينيشن، هل في اني اذر كونتامينانتس اللي هو البيوريتي، والبرسنت بتاعت الماده الفعاله بتاعتك قد ايه اللي هو الكونتنت. واضح، نبتدي بقى نشوف مع بعض كده الجزء الاولاني من المحاضره اللي هو الجود ستورج براكتسز. عشان نتكلم يا شباب على الجود ستورج براكتسز فاحنا محتاجين ان احنا نفهم كويس قوي حاجات معينه، اهمها مثلا انت عشان تخزن صح فانت عندك يمكن فاكتورز لازم تهتم بيها، اللي هي الفاكتورز او البرايمري فاكتورز اوف ديتريوريشن لو فاكرين اللي كنا قلناهم المره اللي فاتت، اللي هم الاير، نتكلم على الاكسجين نفسه ممكن يكون فاكتور اوف ديتريوريشن لو الحاجه اللي عندك بتتعرض للاير او تعرضت للاير بيحصل لها اوكسيديشن بشكل كبير،
الحاجه التانية اللي كنا خدنا يمكن امثله على الحته دي، الفولاتايل اويلز والفيكسد اويلز. بنتكلم مثلا على حاجه زي اللايت، من الحاجات اللي بعض المركبات عندنا او بعض النباتات والرو ماتيريال بتتاثر بيها جدا وبتبقى لايت سنسيتيف. بنتكلم على حاجه زي التمبريتشر، بنتكلم على حاجه زي الهيوميديتي او المويستشر كونتنت. زي ما شرحنا قلنا ان الهيوميديتي الموجوده في الجو نفسها او نسبه الميه نفسها كمان اللي موجوده في النبات اصلا، الحاجتين دول مع بعض ممكن ياثروا لي على نسبه المواد الفعاله اللي موجوده، ممكن ياثروا لي على الانزيماتيك ماشينري بتاعه النبات نفسها وشغلها في وقت التخزين. فبدل ما تطلع مادة فعالة تطلع مادة تانية، تمام؟ لان احنا اتفقنا المواد دي بتطلع عن طريق انزيماتيك رياكشنز، وممكن كمان تأثر لي على المادة الفعالة من ناحية الاستابيليتي بتاعتها وتعمل لها هيدروليسز وغيره، تمام؟ وبالتالي يبقى احنا عندنا الأربعة فاكتورز دول لازم يبقوا دايما في دماغنا واحنا بنتكلم على الاستورج. وعشان كده من أهم الحاجات اللي لازم نتكلم عليها في الاستورج هي فكرة الكونتينرز. الكونتينرز نفسها اللي هيكون فيها الهربال رو ماتيريال بتاعتنا. اول شرط في الكونتينر بتاعنا زي ما انتم شايفين هنا انه لازم ما يعملش اي انتر اكشن سواء فيزيكالي او كيميكالي، ولا انتر اكشن فيزيكال ولا كيميكال، تمام؟ ولا فيزيكال ولا كيميكال مع الهربال ماتيريال بتاعتنا، بمعنى انه يكون انرت. وده طبيعي في اي كونتينر بتاعنا، بنشترط انه لازم يكون انرت او مصنوع من ماده انرت ما تتفاعلش مع الهربال رو ماتيريال باي شكل من الاشكال، تمام؟ طيب، لان التفاعل ده ممكن جدا ياثر على الكواليتي بتاعه الهربال رو ماتيريال بتاعتي، ودي حاجه منطقيه جدا مش محتاج ان انا اتكلم فيها كتير. طيب، عندنا نوعين من الكونتينرز دايما بنستخدمهم في الاستورج بتاعه الهربال رو ماتيريال. اول نوع اسمه الويل كلوزد كونتينرز، ولازم نبقى عارفين الفرق بينهم كويس قوي، الويل كلوزد كونتينرز. والنوع الثاني اسمه الاير تايت كونتينرز، او ساعات بنسميه تايتلي كلوزد كونتينرز. يبقى لو سمعت كلمه اير تايت هي نفس كلمه تايتلي كلوزد كونتينرز، واضح؟ طيب، الويل كلوزد مختلف شويه عن التايتلي كلوزد. الفكره في الاثنين ان احنا الهدف الاساسي من الكونتينر فيهم هما الاثنين متحقق. ايه هو الهدف الاساسي من ان انا استخدم كونتينر في الهرب رو ماتيريال او في اي حاجه؟ ان انا بحافظ على الحاجه اللي موجوده جوه الكونتينر. فبالتالي الكونتينر اللي موجود عندي ده اهم شرط فيه انه تو بريفنت اللوس بتاع الماتيريال اللي موجوده عندي. ده اكيد، دي مش عايزه كلام، وبالتالي ده شرط متحقق في الاثنين، سواء انا مستخدم ويل كلوزد كونتينر او مستخدم تايتلي كلوزد كونتينر. الشرط الثاني انه يمنع دخول ماده من بره اللي هو بنوع عليها الاكسترينيوس ماترز. يبقى الاكسترينيوس ماترز دي سواء كانت ديرت، ساند، انسكتس، اي حاجه من بره تدخل ما تدخلش معانا جوه الايه، جوه الكونتينر بتاعنا. وده برضو شرط هيكون متحقق في الاثنين، لان ده مكان مقفول ومتغطي كل حاجه. وبالتالي الويل كلوزد والاير تايت او التايتلي كلوزد كونتينرز الاثنين بيعملوا بروتكشن للكونتنت بتاعهم من اللص بتاع الماتيريال نفسها، فقد الماتيريال نفسها انها تخرج بره او دخول اكسترينيوس ماتر من بره عليها. انما ايه بقى الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان الويل كلوزد كونتينرز هي دي مهمته، ما بيقدرش يعمل اكتر من كده، تمام؟ اندر النورمال كونديشنز العاديه. انما التايتلي كلوزد كونتينر بيقدر يعمل مهمه او فانكشن زياده شويه، ان هو بيقدر تو بروتكت الماتيريال من حاجتين كمان، الهربال رو ماتيريال اللي عندي اللي موجوده جوه دي من حاجتين كمان، حاجه اسمها الايفابوريشن، ودي يمكن واضحه، ان انا لو عندي حاجه فولاتايل، عندي حاجه ممكن انها تتبخر بسهوله، اقدر ان انا احافظ عليها عن طريق ان انا احطها في الاير تايت او التايتلي كلوزد كونتينر ده. الحاجه الثانيه انه بيقدر يعمل بروتكشن للرو ماتيريال بتاعتي من حاجه اسمها الديليكواسنس. الديليكواسنس بالعربي كده لو بصيتوا عليها معناها التميع. التميع يعني ايه؟ يعني ان يحصل، في عارفين زي ما يكون مثلا ماده عندك هيجروسكوبيك فتبتدي تو ابزورب المويستشر او الهيوميديتي من الميه من الجو من الاتموسفير، وبالتالي يبدا يحصل فيها نوع من انواع الايه، بدل ما هي باودر تتحول لستيكي ماس، تتحول لتبقى فيها ميه شويه كده، ده بنقول عليه ديليكواسنس. وبالتالي ده معناه ان الاير تايت كونتينر ده هيقدر كمان يحمي لي الهربال رو ماتيريال اللي بتتاثر بالهيوميديتي بشكل او باخر، بالذات الحاجات اللي بتكون هايجروسكوبيك، واضح كده؟ اللي هي بتوابزورب، اللي كان ابزورب ووتر من الاتموسفير او من البيئه المحيطه بيها، خلاص؟ يبقى دول حاجتين مهمين جدا، تمام؟ ودول هينفعونا كويس قوي لما تيجي تبص على البرايمري فاكتورز اوف ديتريوريشن، اللي هي فكره الايفابوريشن من خلال مثلا التمبريتشر العاليه، فالحاجه اللي عندك تتبخر، فلما يكون الحاجه متخزنه جوه اير تايت كونتينر ده مش هيحصل. الحاجه الثانيه كمان فكره الايه؟ فكره الديليكواسنس او الهيوميديتي، ان يكون عندك نسبه هيوميديتي عاليه فتبتدي برضو الماتيريال تتاثر بيها ويحصل فيها او تبقى
تأثر على الفيزيكال حتى بروبرتيز بتاعتها. خلاص، يبقى احنا كده فهمنا ايه الفرق الاساسي ما بين الويل كلوزد، الويل كلوزد والتايتلي كلوزد كونتينرز. ويمكن الفرق ده انت سهل قوي تعرفه لو بصيت حتى في الصيدليات، عندك في صيدليه هتلاقي دايما ان في بعض البرودكتس الكونتينرز بتاعتها لما تيجي تفتحها تفتح معاك عادي من غير اي مشاكل، في بعض الكونتينرز التانيه لما تيجي تفتحها لازم تعمل معاك كليك ساوند. الكليك ساوند زي الصوره اللي على اليمين دي، الصوره اللي على اليمين دي لما تيجي تشوفها كده هتلاقي ان احنا عندنا هنا لما تيجي تفتح برودكت زي ده هتلاقي دايما في كليك ساوند. مش بس كده، ده في بعض البرودكتس ممكن تفتحها مره واحده تسمع في اول مره بتفتحها الكليك ساوند ده، بعد كده لما تيجي تقفل وتفتح تاني مفيش كليك ساوند، في حين ان في كونتينرز تانية كل ما تقفل وتفتح هتسمع صوت التكه دي، الكليك ساوند ده موجود. فده بنقول انها بتفضل اير تايت افتر ريكلوجر. تمام، بتفضل اير تايت افتر ايه، افتر ريكلوجر، يعني حتى بعد ريكلوجر، الريكلوجر بتاعها او قفلها تاني، اخدت الجرعه بتاعتي وقفلتها وجيت افتح تاني هيحصل الكليك ساوند ده موجود. طب ده انا بكلمك كده على كونتينر موجود في الفينشد برودكت، اهو نفس نوعيات الكونتينرز دي بتكون موجوده في الرو ماتيريال، يمكن باختلاف الاحجام بتاعتها شويه، باختلاف الشكل بتاعها شويه، ولكن نفس الفكره، نفس الفكره بتاعت التايتلي كلوزد والويل كلوزد ايه كونتينرز. بس انا حبيت ابسطها لكم بشكل الكونتينرز هنا بتاعت الفينشد برودكتس زي ما انتم شايفين هنا وهنا كده، ده ويل كلوزد عادي وده اير تايت زي ما انتم شايفين. تمام، ولكن هو نفس الفكره دي بتكون موجوده في الهربر رو ماتيريال بشكل او باخر. زي ما قلت لكم الشرط تكون الاحجام صغيره قوي كده او علب صغيره زي علب الدواء، بتكون احجام كبيره طبعا لان بيكون عندنا كميات رو ماتيريال كبيره، ولكن نفس الفكره دي بتكون موجوده. خلاص تمام، وبالتالي انا لو جيت قلت لك دلوقتي ان انا عندي ماتيريال، مثلا لو جينا طبقنا بقى الكلام ده على الامثله اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ان احنا مثلا عندنا رو ماتيريال، هربر رو ماتيريال جايه لي المصنع زي مثلا الديجيتاليس، الديجيتاليس ليفز، يبقى من الافضل انا عندي معلومه ان الديجيتاليس فيها كارديا جلايكوسايدز بتتاثر جدا بالمويستر كونتنت او بتاثر جدا بالميه، وبالتالي من الافضل جدا ان انا اخزن الديجيتاليس ليفز في اير تايت او تايتلي كلوزد كونتينرز. تمام كده، عشان هي اكيد هتتحمى بالشكل ده من الديليكواسنس. طب هل ده معناه ان انا ممكن ما اخزنهاش فول كلوزد؟ لا، ممكن تخزن فول كلوزد كونتينرز وتحط الديسيكنت بتاعك او الدي هايدريتنج ايجنت، ده برضو حيفي جدا بالغرض. تمام، وهتحتاج تغير طبعا الدي هايدريتنج ايجنت ده كل فتره. انما لما نيجي نتكلم مثلا على حاجات زي الفولاتايل اويلز مثلا او الفيكسد اويلز، دي بتتاثر جدا بالاير، بيحصل لها زي ما فاكرين اوكسيديشن، والفولاتايل اويلز بيحصل لها حاجه اسمها ريزينيفيكيشن لو فاكرين، والفيكسد اويلز بيحصل لها حاجه اسمها رانسيديتي، صح؟ نتيجه تاثرها بالاير او نتيجه الاوكسيديشن اللي بيحصل لتعرضها للاير لفترات طويله. نفس الكلام لما بنيجي نتكلم على الفيتامينز مثلا اللي موجوده في الكود ليفر اويل، او اي اي نوعيه من الـ من الـ من الـ من الـ من الفيتامينز بالشكل ده، الحاجات دي برضو بتتأثر جدا باللايت وبتتأثر جدا بالاير. حاجة أمثلة بقى كتير بالشكل ده، وبالتالي النوعيات دي كلها يفضل فيها دايما ايه، التايتلي كلوزد كونتينرز. يبقى دايما لما بنيجي نتكلم على حاجة بيحصل لها اير اوكسيديشن، بيحصل لها ايفابوريشن، بيحصل لها تأثر بالمويستر او بالهيوميديتي، كل الحاجات دي يفضل فيها الاير تايت كونتينرز او التايتلي كلوزد كونتينرز. تمام كده، يبقى كده فهمنا مبدئيا ايه الفرق بين الاثنين، عرفنا المواصفات العامه لاي كونتينر وهو الهدف منه ايه، وعرفنا الفرق بين الويل كلوزد والاير تايت ايه كونتينرز. تمام، نيجي للنقطه الثانيه المهمه جدا بالنسبه لي، عمليه الاستورج اوف هيربال دراجز، هي الحاجات بقى اللي بتكون سبيسيفيك شويه اكتر من الكونتينر. زي مثلا ان بيكون جاي لي هيربال رو ماتيريال، انا عارف ان الباتش اللي جايه لي دي لايت سنسيتيف، فيبقى انا لازم اخد اجراءاتي جوه المخزن زي ما قلنا المره اللي فاتت قبل كده، ايه اللي بيحصل في حاله اللايت سنسيتيف رو ماتيريال. قلنا دايما لما يبقى عندك حاجه لايت سنسيتيف فانت عندك حل من ثلاثه، والثلاث حلول انا حاططهم لك هنا مجمعهم بشكل كبير. اهم اول حل واحسن حل فيهم هو ان انت تستخدم حاجه اسمها لايت ريزيستنت كونتينر. يبقى اتفقنا مثلا، ويمكن اخد مثال على الحته دي لو فاكرين المره اللي فاتت، هو الروبرب. الروبرب من الحاجات اللي بتستخدم كتير جدا في الفارماسيوتيكال اندستري از لاكستيف، من الحاجات اللي هي بيبقى ليها دور كبير جدا، وبالتالي مهم قوي ان انا اعرف اتعامل معاها لان فيها انثراسين جلايكوسايدز. طبعا اول حاجه لما تيجي تفكر، الجلايكوسايدز دي من الحاجات اللي ممكن، اي جلايكوسايد في الدنيا بيبقى لايبل جدا للهيدروليسيس لو نسبه الميه عاليه شويه والحراره عاليه شويه، يبتدي يحصل هيدروليسيس على طول. تمام، وبالتالي يبقى الشوجر يطلع لوحده والاجلايكون يبقى لوحده، وبالتالي بتفقد جزء كبير جدا من الفاعليه بتاعه الايه، الاكتيف كونستيتوينتس بتاعتك او الثيرابيوتيك افيكاسي بتاعتها.
ده حاجة. الحاجة التانية برضو لما تيجي تفكر في الروبر، احنا عندنا معلومة مهمة جدا بتقول لي ان الروبر ده من الحاجات اللايت سنسيتيف جدا، وان باودر الروبر لو اتعرض لللايت بشكل لفترات طويلة ممكن ان جدا تلاقي اللون بتاعه بدل ما هو المفروض ان هو بيبقى يلوش براون كده يبتدي يبقى دارك ريدش براون، وده معناه ان حصل تغير كيميك في الكيميكال بروفايل بتاعه، تمام، وحصل فوتو ديكومبوزيشن. وبالتالي النوعية دي، ده مثال طبعا، الروبر هنا مجرد مثال، وبالتالي النوعية دي من الهيربال رو ماتيريال دي كلها لازم تعامل معاملة مهمة جدا، وهي تخزينها في حاجة اسمها لايت ريزيستنت كونتينرز. ويمكن كنت وريتكم، ولازم نرجع للفيديو بتاع المرة اللي فاتت، لازم تشوفوه تاني، بتاع المحاضرة اللي فاتت، المحاضرة رقم 4، ان شفنا فيها فكرة ان احنا اللايت ريزيستنت كونتينرز دي ممكن تكون جزء منها متعلق بالهيربال رو ماتيريال، وجزء تاني متعلق بالفينيشد برودكتس. يمكن اشهر حاجه في الفينيشد برودكتس هو الامبر جلاس كونتينرز اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، تمام. هنا بيكون الجلاس نفسه من اللون الغامق اللي هو البلاك شويه، اللي هو بيقدر ان هو يعمل ايه، لايت ريزيستنت، يعني ما بيعديش الضوء، وطالما ما بيعديش الضوء يبقى هو كده عمل بروتكشن للرو ماتيريال من الفوتو ديكومبوزيشن. طبعا في نوعيه تانيه بنقول عليها اللايت بروف رابينج كونتينرز لو فاكرين، ودي كانت بتبقى اكتر للهيربال رو ماتيريال، انا مش حاطط صورتها هنا بس ممكن نرجع لها في الفيديو اللي فات. دي بتبقى للهيربال رو ماتيريال وبتقدر تشيل كميات كبيره من الهيربال ايه، رو ماتيريال، وتحس انها من بره السطح بتاعها من بره عامل زي الالومنيوم شيتس كده، الومنيوم فويل، بتبقى لونه فضي كده وبيمنع دخول الايه، الضوء بشكل كبير، تمام. ده اسمه لايت بروف رابينج كونتينرز، ويمكن انا الاسم ده كنت كلمتكم عليه المره اللي فاتت، هكتبه بس هنا معاكم دلوقتي، لايت بروف رابينج، لايت بروف رابينج كونتينرز. ده من الحاجات اللي هي مهم برضو ناخد بالنا جدا منها في الايه، ويمكن انا الاسم ده انا كنت كتبته زي ما قلت لكم في المره اللي فاتت فيه، او في المحاضره اللي فاتت هتلاقوه موجود، تمام. ده بالنسبه للجزء ده. النقطة التانية المهمة، طب أنا لو ما عنديش لايت بروف رابينج كونتينرز، طبعا دي بتبقى أغلى شوية، بتبقى أغلى شوية، فبالتالي ممكن بعض المصانع ما تلجأش إنها تستخدمها قوي، وممكن تستخدم ساعتها الريجولار كونتينرز العادية، ولكن بتبقى بليسد دايما جوه لايت ريزيستنت أو أوبيك كفرنج، حاجات شبه كده، تمام. بتبقى حاجات زي كده، بتبقى المفروض انها كونتينرز عاديه ولكن محطوط عليها زي ورق ابيض من بره، او زي سلوفان من بره، حاجات بتبقى فيها، او سوري الومنيوم شيتس من بره، بتبقى لايت بروف او لايت ريزيستنت برضو، بحيث انها ما تدخلش اللايت للرو ماتيريال بتاعتنا. الحل التالت طبعا ده حل مش عملي خالص، اللي هو فكره ان انا استخدم ريجولر كونتينر عادي بس اخزن دايما في مكان يكون دارك بليس، وده طبعا حل يعني هو له ليميتيشنز كتيره جدا. انت في وقت من الاوقات لازم هتتعامل مع الهربا رو ماتيريال، فلازم تفتح النور عشان تشوف، فالدنيا بتبقى صعبه جدا. وبالتالي الاهم او الاحسن هو اللايت ريزيستنت كونتينرز او الريجولر كونتينرز اللي بتكون موجوده في لايت ريزيستنت ايه، كفرنج. طيب النقطه الثانيه اللي بعد كده هي التمبريتشر. لما نيجي نتكلم بقى على حته التمبريتشر زي ما قلت لكم، فاحنا هنا بنتكلم ميلي على ان الماجوريتي او الديفولت بالنسبه لنا ان احنا التخزين بتاع الهرب رو ماتيريال بيكون ات روم تمبريتشر، ولكن انا النهارده هكلمكم كمان ان الاستورج براكتسز الجديده بتقول ان لا، ان انت مش كل الوقت، مش طول الوقت وانت مخزن بتخزن عند روم تمبريتشر، لازم بتعمل تغيرات في درجه الحراره وانت مخزن، وهقول لكم الكلام ده بيتم ازاي، خلاص. انما الطبيعي ان الهيربال ماتيريال عموما بتتخزن ات روم تمبريتشر، حتى بعد ما بتبقى فينيشد برودكتس في صوره دايتري سبلمنتس مثلا في مصر، بتلاقي معظم الدايتري سبلمنتس مش بتحتاج انها يعني تمبريتشر، مش بتحتاج ان انت تنزل بدرجه الحراره مثلا تحطها في الثلاجه ولا حاجه، لا، هي كل التخزين تقريبا بيتم ات روم تمبريتشر، وبتلاقي الليبل ده موجود على العلبه بتاعتك، خلاص. ولكن زي ما قلت لكم في بعض الاحيان درجه الروم تمبريتشر دي دلوقتي بقى فيها تغير كبير جدا، بالذات سيزونال يعني، وحتى في الدول اللي ما كانتش درجه الحراره بتعلى فيها قوي دلوقتي بقى في درجات حراره بتعلى وبتوصل ل40 وكده. وبالتالي لو فاكرين ان احنا كنا قلنا ان درجه الحراره الماكسيمم اللي انا اقدر اخزن عندها الهربا رو ماتيريال بتاعتي بيكون كام؟ بيكون 40، يعني لما بوصل ل 40 45 بيبتدي كده ده ياثر على الانزيماتيك ماشينري، كنا قلنا الكلام ده قبل كده في المحاضره اللي فاتت، وبالتالي ياثر لي جدا على المواد الفعاله وعلى نسبها.
فعشان كده مهم قوي يا شباب ان احنا ناخد بالنا من ان الستور اريا بتاعتي دايما تكون كول بليس، كول بليس وكنترولد ات كنترولد تمبريتشر زي ما شرحنا، سواء بقى الكنترول تمبريتشر دي هتكون 25 بالظبط، او زي ما قلت لكم قبل كده ان عاده بننزل درجتين او ثلاثه عن الروم تمبريتشر، فبنخزن عند 22 او عند 23. ده الابروتش العام، ولكن دلوقتي زي ما قلت لكم الابروتش ده بقى فيه موديفيكيشن شويه، وبقينا بنستغل وجود الكول سيستم ده اللي هو ان الستور اريا بتاعتك تكون مجهزه بتكييفات وتكون مجهزه بكده، ان انا ممكن انزل بدرجه الحراره في وقت التخزين. ودلوقتي كمان بقينا كمان نحاول ننزل ونعلى، وهقول لكم الكلام ده بالتفصيل كمان شويه خلاص. ولكن مبدئيا الهربا رو ماتيريالز كلها بتتخزن ات روم تمبريتشر، وهي فينيشد برودكت بتبقى على الشلف عادي جدا، الا في حالات نادره قوي، وهي رو ماتيريال بنخزن عند درجه حراره اقل من روم تمبريتشر بدرجتين او ثلاثه، فبتبقى عند 22 23 حاجه بالشكل ده تمام. ولكن زي ما قلت لكم التعديلات اللي هتتم بعد كده هقول لكم هدفها ايه وليه بنعملها في درجه الحراره خلاص. بنيجي بقى للهيوميديتي. الهيوميديتي برضو من الحاجات كلها هتلاحظوا ان كل فاكتور من دول هو البرايمري فاكتورز اوف ديتيريوريشن اللي احنا اتكلمنا عليه. فلما بنيجي نتكلم على هيوميديتي شرحنا ليها امثله كتيره جدا المره اللي فاتت، قلت لكم ان مثلا الديجيتال سليفز، قلت لكم من الحاجات اللي بتتاثر جدا بالمويستر كونتنت، قلت لكم حاجات تانية كل الحاجات اللي فيها جلايكوسايدز تخاف عليها جدا من نسب المويستر العاليه، قلت لكم حاجه زي السكويل من الحاجات اللي بتستخدم كاكسبكترونز كتيره جدا وبتبقى هايجروسكوبيك، فبالتالي ات كان ابزورب الووتر او المويستر من الاتموسفير فيعمل لنا برضو مشاكل. وبالتالي كل الحاجات دي محتاجه ان لازم الكونتينر بتاعي يكون في حاجه مهمه جدا اسمها ايه، اسمها ديسيكنت. الديسيكنت ده لازم يكون موجود، مش عايزه كلام خلاص. الديسيكنت او ساعات بنسميه لو فاكرين دي هايدريتنج ايجنت، كنت كلمتكم على حته الدي هايدريتنج ايجنت دي الاسبوع اللي فات، هو نفس معنى كلمه ديسيكنت. قلت لكم ده ايجنت الهدف منه ان هو طالما دي ايه في الاول يعني هو بيريموف الووتر او بيابزورب الووتر، فهو الهدف منه ان انت بتحط معاه البلانت بتاعك ويبتدي هو يحافظ على نسبه المويستر كونتنت انها تقل. فاكرين لما كنت قلت لكم ان كده كده في نسبه مويستر موجوده في النبات حتى بعد الدراينج بتوصل ل 12%، ولكن مع التخزين بوجود دي هايدريتنج ايجنت انا ممكن بنزل بالمويستر كونتنت لنسبه 5%، وده بيبقى كويس جدا بالنسبه لي انه بيحافظ لي على الاستابيليتي بتاعه الاكتف كونستيتوينتس اللي موجوده في البلانت. وقلنا الكلام ده وشفته حتى الديجيتال سليفز وهي محطوطه مع الانهايدروس دي هايدريتنج ايجنت، ودايما بنقول عليه انهايدروس لان هو بيكونش فيه ميه خالص، بحيث ان هو بعد كده هو بياخد ميه من المواد اللي موجوده معاه اللي هي غالبا بتكون الهربال ايه رو ماتيريال. وضربنا امثله كتير زي الصوديوم سلفيت زي الكالسيوم كلورايد، طبعا يفضل ان هم ما يكونوش ان دايركت كونتاكت مع الهربال رو ماتيريال بتاعتك ده اكيد، يعني ممكن يتحطوا مثلا في 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 كيس او في حاجه تكون، بس تكون طبعا حاجه تكون يعني بنقول عليها اللي هي الباجز اللي بتكون فيها زي هولز كده او بورز، بحيث انها تقدر انها تبقى دايما ان كونتاكت برضو مع الهربال ماتيريال ما تبقاش معزوله عنها عشان تقدر تأدي الايه الايفكت اللي احنا طالبينه. وده على فكره بتشوفه حتى في الفينيشد برودكت، لما تيجي تفتح بعض العلب بتلاقي كيسه صغيره كده والكيسه دي مقفوله تمام ومكتوب عليها ديسيكنت وسيليكا مثلا، واخدت لكم اديلكم امثله كتيره زي السيليكا. وفي عندنا مثال تاني مهم قوي اللي قدامنا دلوقتي ده اللي هو الموليكولر سيفز، شايفينها دي الكور البيضه دي موجوده جوه كيس كده، والكيس ده زي ما انتم شايفينه مفتح فيه بورز بحيث ان هو مش مقفول مش مصمت، لا بيبقى فيه بورز تمام، بحيث ان هو يقدر ان هو تقدر الموليكولر سيفز دي تابزورب المويستشر من الهربال رو ماتيريال اللي موجوده معاها زي ما انتم شايفين هنا كده تمام واضح. يبقى ده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه، دي احد الحاجات المهمه قوي اسمها موليكولر سيفز اس اي اي في اي اس موليكولر سيفز. وفي زي ما قلت لكم برضه السيليكا الديسيكان ده مشهور قوي في الفينشد ايه في الفينشد برودكتس. يبقى احنا عندنا في الفينشد برودكتس اشهر حاجه هي السيليكا، الموليكولر سيفز بتستخدم بشكل اقل شويه، يمكن بتستخدم اكتر كمان في حاجات اللي هي فيها هتبقى فود اكتر كونفنشنال فود اكتر، انما ستيل موجوده. وفي الرو ماتيريال العادي بنستخدم بقى الحاجات الديسيكانس العاديه زي الانهيدروس صوديوم سلفيت وزي الانهيدروس كالسيوم ايه كلورايد تمام. واتفقنا ان دايما نحافظ ان دي هايدريتنج ايجنتس او ديسيكنز دي ما تكونش ان دايركت كونتاكت مع الايه مع البرودكت اللي انت بت 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 بتحافظ عليه او بتقلل الهيوميديتي بتقلل نسبه المويستشر الموجوده فيه
واضح ده كده بالنسبة للحاجات دي كلها. وبالتالي انت كده تقدر تربط، انا عايزك تربط الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده بالكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت في الجزء بتاع الديتيريوريشن، لان الاتنين مربوطين ببعض. الامثلة هناك تقدر تطبقها على الكونتينرز هنا، تمام؟ فبالتالي الدنيا تبقى كلها مربوطة ايه، مربوطة ببعضها. خلاص هنبتدي بقى نتكلم دلوقتي على جزء الانسكتس، او فاكرين لما كنا قلنا ان ساعات في بعض الاحيان بيبقى عندك دايما في الستور اريا بتاعتك مشاكل متعلقه بالكونتامينيشن بليفنج اورجانيزمز. قلنا الحته دي لو حصلت واثرت على البرودكت بتاعك او على الهربال رو ماتيريال بتاعتك، فدي حاجه بنسميها سبويلج. فهنا هنبتدي نتكلم على طرق للتخزين، غير ان احنا نحافظ على اللايت، نعمل بروتكشن من اللايت، ونعمل بروتكشن من التمبريتشر، نعملها كنترولنج، والهيوميديتي دايما نخزن في دراي بليس، ونحافظ ان الكونتينر بتاعنا نفسه اصلا يكون فيه ديسيكنت. كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده، ولكن ستيل والكونتينر بتاعنا يكون يا اما اير تايت يا اما ويل كلوزد حسب نوع الهربال ماتيريال بتاعتي. ولكن ستيل في بعض الموديفيكيشنز اللي انا محتاج اعملها برضو في الستور اريا بتاعتي، بحيث ان انا احافظ اقلل جدا حدوث الكونتامينيشن بليفنج اورجانيزمز. يمكن اشهر ليفنج اورجانيزم بنتكلم عليها هنا هي الانسكتس بانواعها. دي من الحاجات اللي بتبقى مشهور جدا انها ممكن تكون موجوده مع، يا اما جايه اصلا مع الهربال رو ماتيريال من الفندر، يا اما نتيجه وجودها جوه المخزن لفترات طويله، فتبتدي الانسكس تنشط انها تروح يحصل تعمل كونتامينيشن للحاجات اللي زي كده عن طريق انها تتغذى عليها طبعا، لان دي حاجات كلها بتبقى يعني ممكن الانسكس جدا تبقى بالنسبه لها حاجه يعني اتراكتيف جدا. خلاص وبالتالي خلينا نشوف الميثودز المختلفه اللي احنا ممكن نستخدمها، وايه برضو اللي بيستخدم في الفتره الحاليه. يمكن يا شباب من اول الميثودز اللي هنتكلم عليها في عمليه الكنترولينج بتاع وجود الانسكس في الهربال رو ماتيريال بتاعتك هي الهيت تريتمنت. يمكن من اسمها كده هيت تريتمنت. طبعا انا كل ميثود من دول انا عايزك تعرف احنا بنعمل فيها ايه، وفايدتها مزاياها وعيوبها ايه، يعني دايما هتتكلم في كده، وبالتالي لما تعرف المزايا والعيوب هتعرف هتستخدمها امتى. فلما بنيجي نتكلم على الهيت تريتمنت، كلمه هيت دي على طول بتبين لك ان احنا عندنا درجه حراره هتبقى عاليه، يبقى ده معناه ان انا هبتدي اعرض الهربال رو ماتيريال بتاعتي لدرجه حراره ممكن توصل في الرينج ده من 60 ل 65 درجه، مش اكتر من كده. طب اشمعنى الرينج ده بالذات؟ الرينج ده عنده بيحصل حاجه مهمه جدا. اولا معظم الانسكتس اللي موجوده في الهربال رو ماتيريال بتاعتك بتموت، ما بتقدرش تستحمل درجه الحراره دي. نتكلم بقى على انسكت سواء كانت في الادلت ستيج، انتوا عارفين الانسكت طبعا اي ليفنج اورجانيزم له لايف سايكل، ده طبيعي، وبالتالي الانسكت ممكن يكون ليها ادلت ستيج، ممكن تكون في اللارفال ستيج، ممكن تكون في الاجز لسه، مرحله الاج لسه، كل الستيجز دي بتتاثر بدرجه الحراره العاليه. عشان كده بنقول ان الميثود دي افكتيف كمان اجينست الانسكت اجز. ليش معنى الانسكت اجز بالذات؟ لان الانسكت اجز من الحاجات اللي ممكن تكون ريزيستنت للاذر ميثودز اوف كنترولينج الانسكتس، تمام؟ وهنشوف كمان شويه ازاي، تمام؟ وبالتالي دي ميزتها، ليها ميزه حلوه قوي انها افكتيف اجينست كل تقريبا الايه الانسكت ستيجز، من اول الانسكت اج لغايه الادلت اي ستيج، فدي ميزه كويسه. ولكن انا عندي مشكله ان مده الهيت تريتمنت دي هتكون قد ايه. فبنقول ان مده الهيت تريتمنت دي ممكن تتراوح ما بين مينتس لدايز، يعني بيتكلم من دقائق لايام، وده هيعتمد على الفوليوم او على حجم الدراج اللي موجود عندك قد ايه، على حجم كميه الرو ماتيريال اللي موجوده عندك قد ايه. ودي بتعمل لنا طبعا مشكله. ليه؟ لان انت غالبا في المصنع دلوقتي بيكون عندك كميات مهوله من الهربال رو ماتيريال، وبالتالي ده معناه ان انت مطلوب منك ان انت تعرض الهربال رو ماتيريال دي لوقت طويل جدا لدرجه حراره عاليه من 60 ل 65، بقول لكم ممكن نوصل لايام عشان نقدر ان احنا نعمل efficient heat treatment او effective heat treatment، وبالتالي اقدر ان انا اموت معظم الانسكس لو في انسكس موجوده، تمام؟ وده معناه ان انا ممكن جدا بشكل اخر بموت الانسكتس، بس في نفس الوقت ببتدي اعمل ديناتوريشن او بعمل ان اكتيفيشن للانزايم ماشينري او للانزايمز اللي موجوده عندي جوه البلانت بتاعي. واتفقنا قبل كده ان لو فاكرين في درجه الحراره لما كنت بتكلم على التمبريتشر از ا برايمري فاكتور اوف ديتيريوريشن، قلت لكم ان درجه الحراره على الهربال رو ماتيريال ما ينفعش تزيد باي حال من الاحوال عن 45، لان عند درجه الحراره دي بيبتدي يحصل ان اكتيفيشن للايه للانزيمز بتاعتك. وبالتالي الهيت ممكن يكون افكتيف، بس لو استخدمته وعرضت الهربال رو ماتيريال لفترات قليله جدا ومحدوده للهيت ده، تمام؟ عشان كده بقول لكم مينتس، يعني دقائق صغيره جدا، بحيث ان انت تموت الانسكس من غير ما الانزيمز تتاثر قوي بدرجه الحراره دي. خلاص واضح؟ عشان كده دي بيبقى ليها ليميتيشنز كبيره جدا في الاندستريال او في اللارج سكيل،
تمام. انما لو انت بتتكلم على سمول سكيل، عندك مثلا معمل كواليتي كنترول مثلا واخد سامبل منه وعايز تطمن ان انت ايه يعني السامبل دي بتبقى بالكيلوجرامات مثلا لو بنتكلم، والسامبل دي يعني عايز تطمن ان ما فيهاش انسكس، ممكن تعرضها للهيت تريتمنت زي الرسمه اللي قدامنا مثلا كده، تعرضها للهيت تريتمنت بدون اي مشاكل جوه الايه جوه المعمل دي، ما فيش فيها مشاكل. انما لو بنتكلم على ستور اريا وعايز تعمل كنترولنج الانسكس فيها، هتبقى الهيت تريتمنت طبعا اوف ليميتد ابلكيشن جدا، وفهمنا ليه خلاص. ويمكن السبب مكتوب عندنا هنا اهو، انها may inactivate الايه الانزيمز. تمام واضح ده كده بالنسبه لاول مرحله عندنا. خلي بالكم من حاجه، الرينج بتاع 60 ل 65 ده لو اتعرض لو استخدمناه لفترات قليله ولا هيعمل لي ووتر لوس في النبات. الطبيعي ان انا لما بعلى درجه حراره قوي انا بخاف كمان ان يحصل ايفابوريشن للووتر اللي موجود جوه ال 5% او ال 12% نسبه الميه اللي بتكون موجوده في البلانت بعد الدراينج دي، المفروض ان انا هفضل محافظ عليها. ليه بحافظ على النسبه دي موجوده؟ عشان اخلي الفايبيليتي بتاعت البلانت تفضل موجوده، الحياه بتاعته تفضل موجوده، انا عايزه برضه ستيل فريش، بحيث ان انا لما استخدمه بعد كده ما يبقاش يعني خلاص فقد قيمته، سواء من ناحيه المواد الفعاله الكيميكال بروفايل او حتى من ناحيه الفيزيكال بروبرتيز بتاعته من بره. فعشان كده دايما بحافظ على نسبه المويستر اللي هي 5% في حالات الحاجات اللي هي بتبقى مويستر سنسيتيف، او 12% في الحاجات اللي هي بتستحمل وجود الميه عادي جدا. فبالتالي في درجه الحراره 60 65 اللي انا بسخن عندها انا ما بعملش ووتر لوس، الميه بتفضل موجوده جوه البلانت بتاعي زي ما انا عايز. وزي ما قلت لكم انا في نفس الوقت ما بعملش ان اكتيفيشن للانزيمز اللي موجوده في البلانت، او ما بعملش دي ناتيوريشن ليها، بس بشرط ان انا ما اطولش قوي مده الايه الهيت تريتمنت. عشان كده هي اوف ليميتد ابلكيشن في الحاجات اللي ليها اندستريال سكيل او في الكميات الكبيره اللي بالاطنان اللي بتكون موجوده في الستور هاوسز. تمام. بعد ما خلصنا شباب الهيت تريتمنت، تعالوا نشوف الميثودز الثانيه بنفس الطريقه ونشوف برضو ايه المزايا والعيوب بتاعت كل ميثود منهم. الميثود الثانيه المشهوره قوي عندنا اسمها فيوميجيشن using volatile insecticidal agents in closed area. وهنا يمكن في عندي ثلاث حاجات انا بعملهم. انا هنا بستخدم حاجه اسمها volatile insecticidal agents، يبقى هستخدم reagents معينه او agents معينه بسميها fumigants. الاسم ده برضو لازم تبقوا عارفينه، كلمه fumigants تمام، fumigants. الفيوميجنس دي بتكون فولاتايل تمام، وليها تاثير كويس جدا على الانسكس، ليها بتقتل الانسكس، بنقول عليها انسكتيسايدال اكتيفيتي، وبالتالي بتموت سايدل يعني طبعا انتوا عارفين يعني بتموت، وبالتالي انسكتيسايدال اكتيفيتي يعني بتموت الانسكس. ولازم تستخدم ان كلوزد اريا، كلوزد اريا يعني لازم يكون المكان اللي موجوده فيه مغلق زي الستور هاوس. يبقى انا لو عندي الهيرب رو ماتيريال بخزنها الاول جوه وبعدين ابتدي اعمل لها الفيوميجيشن ده جوه المكان. تمام. وشفنا يمكن الشكل، الراجل بيبقى لابس بدله معينه كده بحيث ان هو يخش يعمل تبخير، بنوع تبخير ان هو بيرش الفيوميجنس دي على الهيرب رو ماتيريال جوه المكان ده ويقفل المكان ده بعد ما بيخلص، ومحدش يدخل المكان ده، غالبا بنقفله لمده اسبوعين خلاص، وهقول لكم السايكل بتتم ازاي. تمام. طب ايه انواع الفيوميجنس اللي انا بستخدمها؟ كان في عندنا حاجات كنا بنستخدمها زمان بشكل كبير، دلوقتي قل استخدامها وبدا يظهر حاجات جديده. قبل كده كنا بنستخدم الكربون باي سلفايد وبنستخدم الساينايد جاز، دول كانوا اكتر اتنين بيستخدموا في القصه دي، ولكن دول من الحاجات اللي بويزنس جدا للهيومنز. طبعا كلنا عارفين الاتش سي ان او الساينايد جاز، وقصه التفاحه او الابل والكلام ده. انما هنا بنتكلم على الاساس، دول طبعا من الحاجات البويزنس، عشان كده دايما حتى معظم الحاجات دي على فكره توكسيك للهيومنز بدرجات متفاوته. عشان كده دايما الناس اللي بتشتغل في القصه دي بيلبسوا لازم بدله معينه وبيخش لوحده يعمل فيوميجيشن جوه المكان ده. الحاجة التانية دول طبعا استخدامهم قل جدا دلوقتي، ظهر بعدهم بشوية الكربون تتراكلورايد، كان من الحاجات الممتازة جدا في برضه كانسكتيسايدال ايجنتس، ولكن كانت مشكلته طبعا كان له ميزة ان هو نون انفلامبل، يعني مش غير قابل للاشتعال، وفي نفس الوقت مشكلة كان عنده مشكلة ان هو هيباتو توكسيك برضه للهيومنز. زي ما قلت لكم في ليفلز اوف توكسيستي للحاجات دي بالذات، الناس اللي بتتعرض ليها لفترات طويله اللي هي شغلها فيها اصلا، فبيبقى في دايما كرونيك اكسبوجر، فده طبعا بيأثر اكيد على الاورجنز بتاعت الجسم. فهنا الكربو تترا كلورايد كان احد مشاكله الاساسيه ان هو هيباتو توكسيك. دلوقتي اكتر حاجات بتستخدم هم الثلاثه اللي فاضلين، اللي هم الباراديكلوروبنزين والميثايل برومايد او الميثيل برومايد، ودلوقتي يمكن اكتر حاجه بتستخدم فيهم كلهم هو الميكتشر اوف ايثيلين اوكسايد اند كربون دايوكسايد. ده يمكن اقل ليفل اوف توكسيستي فيهم يمكن كله
خلاص كده، يبقى اكتر ثلاثه بتستخدم دلوقتي عشان نبقى عارفين هم البارا دايكلوروبنزين والميثيل برومايد والميكتشر اوف ايثيلين اوكسايد اند كربون دايوكسيد. تمام، يبقى دي كده امثله على الفيوميجنز. كل الفيوميجنز دي ليها كاركترستيك كاركتر مهم قوي، انها فولاتايل وانها بتموت الانسكتس انسكتيسايدال ايه ايجنتس. بس زي ما قلت لكم عشان تدي الايفكت بتاعها، بما انها فولاتايل ما ينفعش ان انا ارشها في مكان مفتوح هتتبخر وخلاص وانتهينا، انما لازم المكان يكون مقفول بحيث ان انا اكيب او احافظ على وجود الانسكتيسايدال ايجنتس دي في الجو مع الهيربال رو ماتيريال لاطول فتره ممكنه. وزي ما قلت لكم الفتره دي غالبا بتكون اسبوعين. تعالوا بقى نشوف السايكل بتاعت الفيوميجيشن بتمشي ازاي وايه برضو المزايا والعيوب فيها. طبعا السايكل بتاعت الفيوميجنز بتمشي، خلينا نمسح كلمه فيوميجنز دي عشان تقدروا تشوفوا الكلام، بتمشي بشكل كويس قوي عن طريق ان احنا لازم نرش او نعمل السايكل بتاعتنا لمده زي ما قلت لكم، نرش مره وبعد ما بنرش بنقفل المكان، محدش بيدخل المكان ده خالص لان احنا قلنا معظم الحاجات دي بتكون توكسيك لمده اسبوعين. خلاص، فكده بنضمن ان حصل نوعا ما افكتيف كيلينج لاي انسكتس موجوده عن طريق الفولاتايل فيوميجيتنج ايجنتس، وبعد الاسبوعين دول غالبا بيكون تاثيرها كمان قل جدا، فبالنسبه للهيومنز ما بيبقاش في مشاكل. بعد كده بنبتدي ندخل تاني المكان وبنعمل انذر سايكل اوف فيوميجيشن لمده اسبوعين تانيين. يعني ايه لمده اسبوعين؟ يعني برش مره وبقفل، برش مره واقفل تاني اسبوعين كمان. خلاص كده، يبقى انا كده عملت مرتين، عملت الفيوميجيشن ده على تو سايكلز، مره وقفلت اسبوعين وبعدين مره كمان وقفلت اسبوعين تانيين. يعني الفيوميجيشن سايكل بتاخد تقريبا شهر. تمام كده، واضح؟ طيب الفكره كلها ان انا لما بعمل الكلام ده انا بدي فرصه كويسه قوي ان انا اقتل كل الستيجز بتاعت الانسكتس اللي موجوده عندي. خلينا نتفق ان الفيوميجيتنج ايجنتس او الفيوميجنس من الحاجات اللي مش افكتيف خالص اجينست الانسكت اجز. تمام، هي بتاثر كويس قوي على اللارفا، بتاثر كويس قوي على اللارفا ستيج، بتاثر كويس قوي على الادلت ستيج، انما كاجز او كوجود انسكت اجز جوه المكان مش هتاثر عليها. وبالتالي لو انت عملت فيوميجيشن مره واحده وقفلت الاسبوعين بتوعك ورجعت واشتغلت عادي، ممكن جدا ان تلاقي يحصل ريكونتامينيشن عندك تاني بالانسكتس. ليه؟ لان الانسكت اجز كانت موجوده في الفتره اللي انت رشيت فيها وما تاثرتش، وبعد اسبوعين حصل هاتشنج وبقى عندك كونتامينيشن جديد بانسكتس موجود. عشان كده حتى ده بتشوفه في البيوت، حتى مش بس في الستور ارياز بتاعت المصانع، ان انت في البيوت لما تيجي تعوز ترش بيت من عشان تعمل كنترول للانسكس يقول لك ان انا لازم هرش مرتين، مره وبعدين هنقفل وبعدين هرش مره كمان زياده في التاكيد. التاكيد ده هو الفكره اللي انا بقول لكم عليه، ان بيبقى فيه ريمينز احيانا من الانسكت من الانسكت اكس، ودي ممكن يحصل لها هاتشنج بعد كده وتعمل لنا مشاكل. خلاص، واضح؟ فدي نقطة مهمة قوي لازم نبقى فاهمينها بالنسبة للفيوميجيشن سايكلز. في بعض الأحيان أو بعض المصانع بيعملوا الفيوميجيشن سايكلز دي اون روتين بيزس، يعني كل 4 شهور لازم يعمل فيوميجيشن سايكل، أو كل 3 شهور لازم يعمل فيوميجيشن سايكل، وده لأنه عارف إن المكان عنده دايما بيحصل فيه انفكشن، دايما بيحصل فيه كونتامينيشن، فبالتالي خلاص بيعمل الفيوميجيشن ده كإجراء إيه؟ وقائي. ولكن ناخد بالنا دايما إن إحنا طالما استخدمنا الفيوميجيتنج ايجنتس هي فولاتايل وكل حاجة، بس لازم ناخد بالنا دايما في الكواليتي كنترول سايكل ان انا لازم اكون عامل اناليسيس كويس قوي لنسبه البيستيسايدز ونسبه الانسكتيسايدز اللي موجوده في الهيربال رو ماتيريال قبل ما استخدمها، واطمن انها ويذن الليميتس الاكسبتابل بالنسبه لنا اكوردنج للجايد لاينز زي ما هنشوف قدام. خلاص تمام، يبقى دي فكره الفيوميجيشن، عرفنا مزاياها وعرفنا عيوبها. الفيوميجيشن من الحاجات اللي افكتيف جدا بالذات لما يكون عندك ماسيف كونتامينيشن زي ما شرحنا المره اللي فاتت لو فاكرين، لما قلت لكم ان احيانا ممكن يحصل عندك كونتامينيشن بحاجه اسمها المايتس. في الحاله دي ده بيكون ماسيف كونتامينيشن ملوش حل غير ان انت تعمل الفيوميجيشن سايكل اللي احنا شرحناها على مدار شهر. تمام كده، واضح؟ يبقى دي نقطه مهمه جدا جدا جدا، عرفنا المزايا والعيوب. المزايا انها افكتيف قوي، العيوب انها زي ما قلت لكم محتاج ان انت تكرر الفيوميجيشن سايكل فهي تايم كونسيومينج شويه بتاخد لها شهر، والحاجه الثانيه انه مش وده ليه؟ نتيجه انها مش افكتيف اجينست الايه؟ الانسكت اجز، وبالتالي ممكن يحصل عندك بوسيبيليتي اوف ري كونتامينيشن تاني. الميثود الثالثة شباب اللي هنتكلم عليها، ودي انا هتكلم عليها بسرعة جدا لانها برضو من الحاجات اللي ما بقتش مستخدمة بشكل كبير دلوقتي نتيجة الليميتد ابليكيشنز بتاعتها، او خلينا نقول البراكتيكال ابليكابيليتي بتاعتها والتطبيق العملي بتاعها بالنسبة لنا في الاندستريال سكيل هيكون صعب. ولو تلاحظوا يبقى احنا من الثلاثة ميثودز دول اخدنا تو ميثودز الابليكابيليتي بتاعتهم في الاندستريال سكيل بتكون صعبة، اللي هم الهيت تريتمنت واللايمنج.
دول ممكن يستخدموا على سمول سكيل. اه معاك. وبيستخدموا برضو في اللايمنج ده زي ما هنشوف دلوقتي انه بيستخدم في بعض الايه الهيربال رو ماتيريال، ما بينفعش في كل الانواع، لازم انواع معينه من الهيربال رو ماتيريال اللي هي اللي تكون موجوده عندك. فعشان كده الاثنين دول ليهم ليميتد ابلكيشنز. اما الفيوميجيشن ده من الحاجات اللي بتستخدم على طول، يعني دايما هتلاقيه في المصانع كل فتره لازم بيحصل الفيوميجيشن ده زي ما قلت لكم، حتى كاجراء وقائي من حتى لو ما فيش كونتامينيشن بايه بالانسكتس. ولكن برضو ستيل هقول لكم ان ده اللي موجود عندنا، انما دلوقتي بره حتى الفيوميجيشن ده بدا ان هو يبقى يعني مش هو التشويس نمبر 1، او مش هو الفيرست تشويس بالنسبه لهم، في تشويسز تانية هتبقى افضل منه هقولها لكم كمان شويه. يبقى ايه الموضوع بالنسبه لللايمنج بس عشان نبقى فاهمينه؟ ده زي ما قلت لكم من البروسيدرز اللي بتتعمل لبعض الايه لبعض الكرود فيجيتابل دراجز زي مثلا الجينجر والناتميك. يبقى لازم يكون ليها كرايتيريا معينه، لازم يكون السيرفيس اريا شويه كبير زي ما شايفين في الناتميك كده بتبقى كبيره شويه، الجينجر نفس الكلام السيرفيس بتاعها واسع قوي تمام. وفي نفس الوقت الفكره كلها ان انت كانك بتعمل طبقه صغيره او رفيعه خالص من اللايم، عارفين طبعا اللايم اللي هو المفروض ان هو كالسيوم كربونيت، بس انا هقول لكم هنا بنعمل موديفيكيشن صغير. فالطبقه دي بتكون موجوده على السيرفيس بتاع الكرود فيجيتابل دراج بتاعك، لما بتيجي الانسكس او بتيجي اللارفا تمام متحركه كادلت ستيج او كلارفال ستيج بتبقى فيها موبيليتي بتقدر انها تتحرك، اول ما بتبتدي تخش على الكرود فيجيتابل دراجز بتبتدي انها يحصل انسداد او بيحصل كلوجينج للبريثنج تيوبس بتاعتها، الفتحات او اللي هي بتستنشق منها، عندها قنوات بتستنشق منها الانسكس، القنوات دي بتتسد نتيجه دخول اللايم فيها، وبالتالي بتموت على طول الايه الانسكس بالشكل ده. دي اسمها لايمنج عشان بنستخدم فيها اللايم. طب انهي نوع من اللايم؟ المفروض ان احنا كلنا عارفين ان اللايم هو اللايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونيت، ده كلنا عارفين كده، ولكن النوعيه اللي بتستخدم هنا من اللايم ما بتبقاش الكالسيوم كربونيت طبعا، بنستخدم حاجه اسمها الكويك لايم، وده نتيجه الهيتنج، بينتج نتيجه هيت جبت لايم ستون ورحت مسخنه بس فبيتحول لكالسيوم اوكسايد، ده اسمه الكويك لايم تمام. ده من الحاجات اللي بنستخدمها كتير في القصه دي، غالبا بعد ما بنحضره بيبقى عامل زي الباودر الابيض كده بننشره على الايه على بنعمله زي عارفين ايه زي بنقول عليها كلمه سبرينكلينج. سبرينكلينج يعني زي ما يكون بننثره كده بننشره على الايه على الكرود فيجيتابل دراج بتاعنا، بحيث ان ما يبقاش كميات كبيره، تبقى كميات خفيفه خالص تمام. وبعدين او ممكن استخدم حاجه ثانيه اسمها السلاكد لايم اللي هو الكالسيوم هيدروكسايد، ده لو انا جبت الكويك لايم عن طريق الهيتنج بتاع الكالسيوم كربونيت بجيب الكويك لايم واحط عليه ميه، فالميه بتحول الكويك لايم ده لحاجه اسمها السلاكد لايم او الكالسيوم هيدروكسايد. الكالسيوم هيدروكسايد انا ممكن اعمل فيه ديبنج للهيرب رو ماتيريال بتاعتي، عارفين يعني ايه ديبنج طبعا، يعني كاني دخلت الهيرب رو ماتيريال وطلعتها بس كده تمام. فاللي هيفضل موجود على السطح بتاع الهيرب رو ماتيريال ده كافي جدا انه يقدر ان هو يعمل كلوجينج للبريثنج تيوبس بتاعت الايه الانسكس سواء في الادلت او في اللارفال ستيج. طبعا اللايمنج زي ما انتم شايفين اولا طريقه مش ابليكابل خالص، بندخل كالسيوم كربونيت من بندخل سوري كالسيوم اوكسايد من بره او كالسيوم هيدروكسايد على الرو ماتيريال بتاعتك، فهتحتاج بعد كده ان انت تحاول تخلص منه بشكل كبير. الحاجة التانية كمان غير ان انت بتدخل الحاجات دي ان انت كمان بتبتدي ان انت محتاج طبعا التعامل او الهاندلنج بتاع الرو ماتيريال بكميات كبيرة بالطرق دي، ان انت تحاول تعمل سبرينكلينج ان انت تنثر الكالسيوم اوكسايد صعب، او ان انت تعمل ديبنج لكميات كبيرة من الرو ماتيريال مرة واحدة في الكالسيوم هيدروكسايد اللي هو السلاكد لايم، برضو ستيل ايه برضو ستيل صعب تمام. فبالتالي هي الابلكيشنز بتاعتها او الهاندلنج بتاعها مش احسن حاجه، وفوق كل ده مش افكتيف اجينست الادلت الانسكت اكس، بتشتغل على الحاجات الحيه اللي هي الموبايل بقى اللي هي اللارفا الادلت ستيج انما الانسكت اكس لا، وبالتالي فيها مشاكل كتير جدا. فاحنا لو حتى قلنا مين اسوأ طريقه فيهم هتكون هي اللايمنج دي بدون جدال يعني تمام. بعد كده اللي هي اوف ليميتد ابلكيشن شويه هي الهيت ايه تريتمنت. الفيوميجيشن شرحنا مزاياها وشرحنا عيوبها، تعالوا نشوف بقى بقية الطرق ماشية ازاي معانا. الطريقه اللي بعد كده يا شباب اسمها اللو تمبريتشر ستورج، فاكرين لما كنا بكلمكم في التمبريتشر از ا برايمري فاكتور اوف ديتيريوريشن، وبعد كده لما كلمتكم في الستورج قلت لكم ان الهيرب رو ماتيريال بتاعتنا المفروض انها بتتخزن ات روم تمبريتشر طالما رو ماتيريال، وقلت لكم روم تمبريتشر نقصد بيها درجه او درجتين او ثلاثه تحت الروم تمبريتشر، يعني بنتكلم من 22 ل 23 صح. بس قلت لكم ساعتها ان خد بالك ان احنا دلوقتي في تعديلات كتيره جدا في الجود ستورج براكتسز بتقول لك ان انت ممكن تعلي درجه الحراره شويه او تقللها شويه،
وبالتالي يبقى احنا عندنا هنا كونديشنز بدأت تظهر جديد للكنترول اوف انسكتس في الكرود هيربال دراجز او الكرود هيربال ماتيريال بتاعتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هخزن الهيربال رو ماتيريال بتاعتي عند 22 او 23، بس هاجي في مراحل معينه من اليوم وانزل بدرجه الحراره قوي، فبدل ما انا 22 23 لا انا هنزل ل 10 او 15 درجه. يعني كاننا بالعربي كده بنعمل ايه؟ بنعمل فريزنج شويه، بنسقعها شويه، تمام؟ فريزنج ات، حتى بنقول هنا ايه؟ فريز ات. قال لك لا خلاص انت ولا تستخدم بقى فيوميجيشن من بره، ولا تحط لايم، ولا تعمل هيتنج، لا انت ايه؟ انزل بدرجه الحراره. النزول بدرجه الحراره المفاجئ ده، ما دام النزول مفاجئ، فالاكسبوجر بنقول عليه سب فريزنج تمبرتشر. الاكسبوجر للسب فريزنج تمبرتشر دي بتوصلنا، طبعا بتاخد مده، بنقعد مثلا من 12 ل 18 ساعه في اليوم بالشكل ده، تمام؟ ده وجدوا ان هو بيأثر كويس جدا على الانسكس في كل الستيجز بتاعتها، سواء الادلت او اللارفا او الايه او الاكس، تمام؟ دلوقتي كمان بداوا يقولوا وبالتالي دي بقت كده ميثود انفايرمنتلي فريندلي، لان انت كل اللي محتاجه ان انت بس محتاج تنزل بدرجه الحراره في اليوم شويه وتعلى تاني. والحاجه الثانيه ان انت ما بتحطش اي كيميكلز، ما بتحطش اي انسكتيسايدال ايجنتس، وبالتالي انت مش محتاج بعد كده خطوات في الكواليتي كنترول عشان تعمل اناليسيز للكلام ده. فانت دي طريقه فريندلي جدا، انفايرمنتلي فريندلي بنقول عليه، تمام؟ او جرين ميثود. جرين ميثود يعني ما فيهاش كيميكلز ممكن تاثر على الهيومنز بعد كده، خلاص. طيب النقطة التانية المهمة جدا في الحكاية دي، ان قالك ان ممكن تأثر، ولكن ستيل برضو ممكن يكون في انسكس ممكن انها تستحمل الحكاية دي. عشان كده عملوا موديفيكيشن صغير في الميثود دي، ان بدل ما بنزل بس بدرجة الحرارة 12 ل 18 ساعة وبعدين ارجع تاني لدرجة الحرارة اللي هي 22 23 بقية اليوم، يعني انا اليوم بتاعي 24 ساعة، المفروض ان انا 12 ل 18 ساعة هنزل بدرجة الحرارة كده وبعدين ارجع تاني بقية الوقت لدرجة الحرارة الطبيعية. طب انا ليه ما اخليهاش طول الوقت عند درجة حرارة اللي هي السب فريزنج تمبرتشر؟ لان زي ما انتوا عارفين، فكر فيها كده، انت لما يبقى عندك حاجه مخزنه حتى في الفريزر لفترات طويله عند درجه الحراره القليله دي، فطبيعي جدا ان انت مع الوقت يبتدي يحصل عندك. فبنقول يا شباب ان انت لما تبقى مخزن لفترات طويله جدا عند درجه حراره قليله، يعني مخلي طول الوقت درجه الحراره في الدرجه اللي هي من 10 ل 15 درجه، انت وارد جدا ان يحصل عندك لوس للفايبيليتي بتاعت البلانتس بتاعتك. وده طبيعي جدا، حتى لما تيجي تشوف في حاجه بتخزنها فتره طويله في الفريزر، لما تيجي بعد كده تطلعها هتحتاج وقت طويل قوي ان انت ترجعها لحالتها الطبيعيه، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان ممكن اصلا ما ترجعش للحاله الطبيعيه بتاعتها مهما عملت، تمام؟ وممكن جدا برده المواد الفعاله فيها تلاقيها ما بقتش زي الاول خلاص. عشان كده احنا دايما بنحافظ ان احنا نحاول نخلي النبات في الحاله العاديه بتاعته، ما بنعرضوش لكونديشنز هارش قوي بالنسبه له الا او ستريس، لان ده يعتبر ستريس ان انت لما تخزنه عند درجه حراره قليله كده، ده ستريس للبلانت، فانت مش ضامن النبات هيستجيب للستريس ده ازاي، خلاص. وبالتالي احنا بنعمل الكلام ده ولكن بنعمله في نطاق محدود، يعني زي ما قلت لكم ان انا مثلا منزل درجه حراره 12 ساعه وارجع تاني 12 ساعه، وده يمكن افضل ابروتش في القصه دي، يعني حتى مش 18، 12 ده افضل حاجه. انما في بعض الناس بتقول لك لغايه 18 ساعه اتس اوكي، وترجعه الست ساعات اللي فاضلين من اليوم عند درجه الحراره الطبيعيه بتاعته اللي هي من 22 ل 23 ايه درجه، خلاص. ده ابروتش. الابروتش التاني بيقول لك لا انا مش هعمل كده، انا هعرض البلانت بتاعي لالترنت بيريدز من اللو والهاي تمبريتشر. بمعنى ايه؟ المفروض ان انا بخزن الطبيعي بتاعي عند 22 23، انا في جزء معين من اليوم هنزل للسب فريزنج اللي هو من 10 ل 15، وفي جزء تاني من اليوم هعلى عن ال 22، هوصل لغايه 40 45، ممكن اوصل لغايه ال 60 اللي هي الهيت تريتمنت بتاعتي. يعني كاني عملت ايه؟ كاني عملت كومباينيشن ما بين ميثود اللي هي الهيت تريتمنت وما بين الميثود اللي هي الفريزنج. التو ميثودز دول انا عملت لهم كومباينيشن مع بعض، دي ودي، خلاص الاثنين مع بعض. فبدات اعمل اعرض البلانت لالترنت بيريدز من اللو والهاي تمبريتشر، ودي بعملها كل فتره مش بعملها على طول في يومي. يعني انا في الفريزنج المفروض ان بعمله كل يوم 12 ساعه كده و12 ساعه عند روم تمبريتشر، لا الطريقه الثانيه دي انا هبتدي اعمل الحكايه دي كل فتره، فريكوينت اكسبوجر، مش كل يوم، كل ايه؟ كل فتره. مفهوم يا شباب؟ يبقى دي الطريقه الثانيه اللي احنا بنشتغل بيها، ودي بتبقى الشغل بتاعها اللي هو بنقول عليها، هتلاقيها تظهر لنا دلوقتي، الفريكوينت اكسبوجر تو alternate periods of low and high temperature storage. ودي كل الابحاث دلوقتي بتقول ان دي احسن طريقه للافكتيف او افكتيف قوي في عمليه الكيلينج بتاعه الانسكتس، ويمكن افضل كمان من البرولونجد اكسبوجر تو لو temperature storage،
خلاص كده تمام. يبقى عشان نلخص النقطة دي عشان نبقى كده تمام، عندنا دلوقتي 5 ميثودز بنقدر من خلالهم نتحكم في الانسكتس اللي موجودة في الكرود فيجيتابل دراجز بتاعتنا، او فيها ميثود طبعا الابلكيشن بتاعتها صعبه جدا اللي هي اللايمنج وشرحنا ليه، يليها الهيت تريتمنت وعرفنا ان ليها ليميتد ابلكيشن على الاندستريال سكيل برغم من قوتها جدا كافكتيف ميثود في عمليه الكيلينج بتاعت كل انواع الايه الانسكتس اللي موجوده. في الفيوميجيشن ده يظل من الميثودز اللي موجوده في دول كتير لغايه دلوقتي بما فيها مصر تمام، وقلنا انه ممكن بيتعمل اون روتين بيزس بس له مشاكل شويه لان زي ما قلت لكم الفيوميجيتنج ايجنتس دي بتكون توكسيك فلازم ناخد بالنا، والليفلز بتاعتها في البلانت لازم نشوفها برده برغم انها فولاتايل بس لازم نطمن، لازم ناخد بالنا كويس قوي من فكره الايه ان احنا نعمل ريسايكلينج او نعمل تو سايكلز من الفيوميجيشن فبالتالي تبقى تايم كونسيومينج شويه خلاص عشان نقدر ان احنا لانها مش افكتيف اجينست الانسكت ايه اكس. وبعدين قلت لكم طريقتين اخرى، الطريقتين دول مهمين جدا ودول اللي بداوا ياخدوا هم دول اللي يبقوا الاوبتيمال تشويسز بالنسبه لنا في عمليه الكنترول اوف انسكتس لان هم انفايرمنتلي فريندلي او بنقول عليهم جرين ميثودز، ما بنقدرش ان احنا نستخدم فيهم او ما بنستخدمش فيهم اي نوع من انواع الكيميكلز انسكتيسايدال ايجنتس ولا اي حاجه، فبالتالي بيوفر علينا كمان خطوات في الكواليتي كنترول. اول طريقه كانت فكره ان انا اعمل لو تمبريتشر ستورج، وقلت لكم ان ده بشكل يومي هبتدي انزل بدرجه الحراره بتاعتي ل 10 او 15 درجه لمده في اليوم 12 ل 18 ساعه، وبقيه اليوم بيبقى عند درجه الحراره الطبيعيه اللي هي الروم تمبريتشر اللي هي 22 23 درجه الحراره العاديه بتاعت الاستورج بتاعت الايه الهربال روم ماتيريال تمام. دي افكتيف جدا اجينست كل انواع الانسكس، ولكن ستيل المور افيشنت اكتر منها هو فكره ان انا اعمل فريكوينت اكسبوجر، اعمل زي هايبريد كده، عارفين الهايبريد، الهايبريد او الهجين، ان انا اعمل هايبريدايزيشن ما بين الهيت تريتمنت وما بين اللو تمبريتشر ايه ستورج، فطلع لي ميثود جديده اسمها الفريكوينت اكسبوجر تو الترنيت بيريدز اوف لو اند High temperature storage، وكلمة frequent exposure يعني بعمله كل فترة ممكن مرتين في الأسبوع بالكتير. بعمل إيه؟ أجيب الهرب الروماتيريا بتاعتي جوه الستور أريا، أنزل بدرجة الحرارة ل 10 ل 15 درجة لمدة 12 ل 18 ساعة، وبعدين أعلى بدرجة الحرارة بقية اليوم غالبا بتبقى 12 و12، فبتبقى 12 ساعة تحت و12 ساعة بعلى بدرجة الحرارة بوصل لغاية ال 60 أو ال 65 بتاعت الإيه الهيت تريتمنت. يبقى أنا كده قدرت ان انا ايه تبقى مور افيشنت كمان اكتر في عمليه الكيلينج بتاعت الانسكس لان انا بعمل لها صادن اكسبوجر للحاجات دي يعني مره واحده، والمفروض ان الطبيعي ان درجه الحراره 20 22 23 مره واحده اقوم نازل وبعدين مره واحده اقوم طالع قوي، فده بيأثر جدا على الانسكس والفايبيليتي بتاعتها خلاص، وفي نفس الوقت برضو ستيل هي جرين ميثود خلاص. واضح يا رب تكون الدنيا كده وصلت وفهمنا الديفرنس ما بين الميثودز دي وبعض. طبعا الارقام اللي انا بقولها يعني حته 12 و18 ساعه دي بتبقى فاريبل حسب المصنع، كل مصنع له الايه اللوج بوك بتاعه، له الطريقه اللي هو شغال بيها من خلال الجود ستورج براكتسز بتاعته، فانت بتشوف المصنع بتاعك بيشتغل وانت هتشتغل فيه بيشتغل ازاي وبتطبق معاه. ممكن درجات الحراره تقل، يعني ممكن يقول لك لا احنا بنعمل فريزنج مثلا في اليوم 6 ساعات بس وبعدين بنعلى درجة الحرارة 6 بس، يبقى 12 ساعة بس هم دول اللي بنعمل فيهم السايكل دي وبقية الوقت شغالين عادي عند 22 23. طبعا عشان تعمل حاجة زي كده يا شباب مكلف، الموضوع مكلف في البداية يعني عشان كده مش كل المصانع لسه مطبقة الميثود دي، ان انت تقدر ان انت يبقى عندك السيتنجز جوه المخزن نفسه، ان المخزن ده يكون مجهز بثيرموستات كنترولد اوتوميتد، مجرد ان انت بس بتغير درجه الحراره تحت وفوق بيبقى عندك الايه الفاريشن او الوايد فاريابيليتي ان انت او الوايد ابلكيشن ان انت تقدر تعوض تنزل تحت قوي درجه الحراره وتعلى قوي فوق كده. واضح؟ ممكن يبقى عندك تكييفات تنزل بالحراره، انما ان انت يبقى عندك فرصه ان انت تنزل وتعلى ده بيبقى محتاج طبعا يعني يبقى الموضوع اوتوميتد ويبقى السيستم موجود كله ايه جوه الستور اريا متغطيه بشكل كبير جدا من خلال الايه المركزيا يعني يبقى سنترال، يعني الموضوع سنترال ما يبقاش فيه حاجه تانية يعني تمام. وبالتالي ده مكلف السيتنج بتاعه في الاول بيبقى مكلف، بس خلاص مع الوقت بقى بتبقى بتنسى الموضوع وبيبقى بالنسبه لك ولا ان انت بتعمل فيوميجيشن ولا محتاج ان انت تعمل اي حاجه، بتبقى فيري افكتيف تمام. كده احنا تقريبا خلصنا الجود ستورج براكتسز كلها بتاعتنا اللي هي الاساسيه، طبعا في حاجات تانية ولكن هم دول الحاجات اللي انا يهمني ان انت تبقى عارفها واوير بيها، ان انت من خلالها يبقى الهرب رو ماتيريال بتاعتك قدرت ان انت تحافظ على او تعمل كنترولنج للبرايمري فاكتورز اوف ديتيريوريشن لايت تمبريتشر مويستشر اير، وفي نفس الوقت قدرت كمان تو بريفنت او تقلل قوي البوسيبيليتي بتاعه السكندري
فاكتورز اللي هي الليفنج اورجانيزمز انها تعمل كونتامينيشن وبالتالي توصلك لمرحله السبويلج اللي هي بتبقى طبعا يعني خطيره جدا من ناحيه الايكونوميك على المصنع، لان بتضطر طبعا تساكريفايز كميه كبيره من الهربال رو ماتيريال اللي موجوده عندك. انا بس كنت عايز اوضح قوي الفرق بين تو كونسبتس مهمين قوي ممكن تسمعهم في المصنع. فتسال فلان يقول لك انا شغال في الكيو اي جوه المصنع اللي هو الكواليتي اشورنس، وفلان تاني تقول يقول لك انا شغال في الكيو سي او الكواليتي كنترول جوه المصنع. اكيد سمعت التو كونسبتس دول تمام، ويمكن تكون اخدتهم في كورسات تانية والفروقات ما بينهم. ولكن بالنسبة للهيربال برودكتس الفرق بين الاتنين هو نقدر نعتبره فكرة ايه، ان انت كأني بقول لك حط لي السياسات اللي تضمن لي ان البرودكت ده هيطلع من عندك هيكون اوف جود كواليتي. السياسات اللي بتتحط دي قبل ما نشتغل خالص وقبل ما نعمل اي حاجة دي اسمها كواليتي اشورنس تمام. يبقى ايه هي الاجراءات اللي المصنع هياخدها بحيث ان يضمن ان البرودكتس اللي عنده اللي هتطلع بعد كده هتكون اوف جود كواليتي. انما لما اقول لك كواليتي كنترول يبقى وانا شغال وانا بصنع وانا بعمل البرودكت بتاعي البروسيديورز اللي انا شغال بيها اكوردنج للاجراءات اللي انا عملتها بعد قبل كده بتاعت الكيو اي، البروسيدير دي بيبقى فيها انترميديتس. يعني انا مثلا دلوقتي جبت النبات، اول ما جبته عملت له دراينج، بعد دراينج عملت له مثلا باودرينج، عندي هنا في اجراءات ممكن اخدها عشان اطمن ان البروسيس اللي اتعملت دي كانت تمام، وبعد كده رحت اعمل له اكستراكشن، بعد الاكستراكشن عايز اطمن الاكستراكت اللي طلع ده اتعمل بشكل مظبوط. يبقى كل من دي كل واحده من دول ستيب، اللي بيتابع الستابس دي ويتاكد انها ماشيه مظبوط هو الكواليتي كنترول. عشان كده قلت لكم في اول محاضره لو فاكرين ان الكيو اي او الكواليتي كنترول سوري هي عباره عن عين المصنع، هي دي العين اللي من خلالها المصنع بيتابع كل خطوه بتحصل جوه ويشوف البرودكت بتاعه از اوف جود كواليتي ولا لا تمام. وبالتالي يبقى نقدر نقول ان الكواليتي اشورنس هي المصطلح الاشمل شويه، يعني بشكل اخر اللي بيشمل تحتيه كذا حاجه، بيشمل تحتيه اجراءات كتير جدا بيحطها المصنع عشان يضمن ان البرودكت اللي هيطلع من عنده هيكون اوف جود كواليتي. عشان كده دايما افتكر ان الكيو اي هي الاجراءات او الخطط اللي بيحطها المصنع من الاول بحيث يطمن ان البرودكت بتاعه اوف جود كواليتي. زي ايه الاجراءات دي؟ زي يطمن مثلا ان انا هجمع النبات بشكل كويس، الجود كولكشن براكتسز بتاعتي مظبوطه، الزراعه نفسها من الاول هتكون صح، تخيلوا الجود اجريكالتشرال براكتسز بتاعتي صح الجي اي بي، زي الجود ستورج براكتسز اللي اتكلمنا عليها شويه ان انا لما جبت الهيربال رو ماتيريال بتاعتي وخزنتها كان التخزين بشكل صحيح تمام. بعد كده لما جيت صنعت اشتغلت اكوردنج للجود مانيفاكتشرنج براكتسز واتكلمنا عليها ان كل بروسيس بستخدمها في الصناعه لازم تكون كنترولد ولازم تكون فاليديتد لو فاكرين تمام. يبقى اذا الكواليتي اشورنس بيحط لك الحاجات اللي من خلالها تقدر تقول انا والله ادهيرنج فعلا او ملتزم بالجي اي بي بالجي سي بي بالجي ام بي. فهمنا ازاي؟ هو دي فكره الكواليتي اشورنس، هو ده فكره الكيو اي، هو اللي بيحط الاجراءات من الاول وكل البروسيدير وكل الخطط اللي هتتعمل من ضمنها الكيو سي نفسها. ما هو الكيو كده نقدر نقول ان الكواليتي كنترول هو يعتبر جزء من الكيو اي. ليه؟ لان الكواليتي كنترول بيطمن ان كل خطوه بتتعمل جوه الصناعه بتاعتي عشان اطلع الفينيشد برودكت هي فعلا بتطلع لي المطلوب منها وبتطلع لي البرودكت في المرحله دي يبقى اوف جود كواليتي سيف افكتيف زي ما شرحنا قبل كده خلاص. يبقى اذا كان الكواليتي كنترول دي هي الايه، خلينا نقولها ازاي، الارم او الدراع اللي بيشتغل اللي بيتاكد فعلا ان الخطط بتاعت الكيو اي شغاله بشكل ايه مظبوط. فانا بس حبيت في السلايد دي ان انا انور عندك النقطه دي ان انت تبقى عارف الفرق ما بين الكيو سي والكيو اي بشكل سهل يعني او بشكل بسيط تمام. الحاجه الاخيره برضو مثلا فكره ان انا بعمل اي كيميكال او كروماتوجرافيك تيست جوه المصنع سواء للفينيشد برودكت او للرو ماتيريال، ده كل ده بيضمن لي ان البرودكت اللي طالع بالنسبه لي اوف جود كواليتي. ويمكن بنتكلم ميلي على الفينيشد برودكت كمان هنا في الحته دي، ان الكواليتي كنترول اب تشتغل خلال البروسيس، ان انا بعد ما بوصل للفينيشد برودكت لازم الكيو اي تحط لي برضو بعض الاجراءات اللي عاملها على الفينيشد برودكت بحيث اطمن ان عندي حاجه مهمه جدا اسمها الباتش تو باتش ريبروديوسيبيليتي. الباتش تو باتش ريبروديوسيبيليتي يعني كل الباتشز اللي طالعه من المصنع ذا سيم، كلها ليها نفس الكيميكال بروفايل، كلها ليها نفس الثيرابيوتيك ايه افيكاسي، وطبعا كلها ليها نفس السيفتي تمام. واضح؟
بس كده. ومن هنا طبعا بيظهر فكره الفينجر برينتنج، ما اعرفش كلمتكم عنها قبل كده ولا لا، اللي هي الكروماتوجرافيك فينجر برينت، ان انا يبقى عندي مثلا للفينشد برودكت طالما فيه هيربال انجريدينتس يبقى عندي ليها في بروفايل كامل. البروفايل ده معروف ان مثلا النبات الفلاني فيه المفروض 10 كونستيتوينتس، انا شايف ال10 قدامي سواء بقى بتي ال سي سواء باتش بي ال سي وات ايفر، وبقارن الكلام ده بريفرنس ستاندرد المصنع حاططه لي. فالباتش دي المفروض الكيميكال بروفايل بتاعها يكون كذا، فانا بقارن اللي طالع لي في الباتش اللي انا بصنعها جديد بالريفرنس المفروض يكون موجود، او بالبروفايل او الفينجر برنت اللي المفروض تكون مضمونه موجوده، وبالتالي كده بضمن ايه؟ تو اشور الكواليتي، عشان كده بيقول عليها كواليتي اشورنس. فهمنا ازاي؟ يبقى زي ما قلت لكم الكواليتي اشورنس هي المصطلح الاعم شويه، هو كل الاجراءات اللي بتتعمل حتى قبل ما المصنع يشتغل من الاساس. تقول لك والله انا الجود الجي ام بي بتاعتي كذا، الجي اي بي بتاعتي كذا، الجي سي بي بتاعتي كذا، وزي ما قلت لكم ان في مصانع دلوقتي هي اللي بتزرع بنفسها كمان زي ما شرحنا قبل كده، وبالتالي يبقى الحاجات دي كلها موجوده عندي. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم جزء الكواليتي كنترول هيتعمل ازاي وهيتنفذ ازاي. الحاجه الثالثه زي ما قلت لكم الفينشد برودكت بتاعي هيشتغل ازاي وايه السبيسيفيكيشنز المفروض تكون موجوده فيه، وازاي هعمل له اناليسز، الكروماتوجرافيك تيستينج اللي هيستخدم ايه، الكيميكال تيستينج اللي هيستخدم ايه، بحيث ان انا اضمن ان انا عندي حاجه اسمها ايه، باتش تو باتش ريبروديوسيبيليتي. فهمنا ازاي؟ يبقى الكواليتي اشورنس اهدافها اوسع شويه من الكواليتي كنترول لو احنا عايزين نختصرها يعني. تمام، الكواليتي كنترول احد التولز اللي بتضمن او بتاشور الكواليتي، عشان كده هي تعتبر زي ما قلت لكم احد الارمز بتاعه الكواليتي ايه، اشورنس. فهمنا؟ يا رب تكون الحته دي وضحت يعني. انا بس دي ما تشغلوش بالكم بيها قوي يعني، ممكن حتى تبقوا تصوروا السلايد دي، مش لازم انزلها يعني، ممكن تصوروها كده من الفيديو وتذاكروها. ولكن زي ما قلت لكم انا الهدف من السلايد دي اساسا ان انا بس مجرد ان انا اقارن ما بين او ابقى افهمكم الفرق ما بين كواليتي كلمه كيو سي وكلمه كيو اي. دلوقتي يا شباب لما نيجي نتكلم على، هنبتدي نتكلم على الكواليتي كنترول سايكل، نرجع تاني لكلامنا عن الكواليتي كنترول. فبنتكلم على الكواليتي كنترول سايكل بتاعتنا، وبنشوف ايه بقى الستبس اللي المفروض ان احنا هنبتدي نعملها للهربر من اول ما يخش كرو ماتيريال وخلال عمليه التصنيع بتاعته. تمام، طبعا هنا تركيزي هيبتدي من البدايه خالص، ان انا داخل عندي رو ماتيريال في الاول اعمل معاها ايه. خلاص واضح؟ طيب طبعا احنا عندنا الستبس اللي قدامنا دول حوالي 9 ستبس، بنقول عليهم سيكوينشال ستبس، يعني المفروض ان انت تعملهم ورا بعض، الستاب الاولانيه تخلص تعمل الثانيه فالثالثه وهكذا. يمكن الترتيب ده هو ده الترتيب اللي قالته الجايد لاينز بتاعت الدبليو اتش او اللي نزلت زي ما قلت لكم في التسعينات وبتتطور كل سنه. في بعض الاديشنال ستابس اللي بدات تدخل على التسعه دول، يعني ما بقاش التسعه دول بس هم اللي موجودين دلوقتي، بقى في بعض الريكومنديشنز ان انت تدخل ستابس زياده شويه. لو فضل وقت معانا في الترم ممكن ابقى اكلمكم على بعض الحاجات الاقتراحات في النقطه دي، ولكن الاساس هم التسعه ستابس دول هم اللي موجودين اكوردنج للدبليو اتش او جايد لاينز. تمام، طبعا بيبتدوا بحاجه اسمها البري سامبلنج انسبكشن، ده هنتكلم عليه دلوقتي، وبعدين السامبلنج برضه هنحاول نتكلم عليه النهارده نغطيه، والسامبل اكزامينشن دول هنحاول نغطيهم النهارده لان هم خطوات صغيره مش كبيره. بعد كده بيبقى في عندي الجينوم بروفايلنج والبروكسيمت اناليسيس. في بعض الناس تقول لك لا احنا ممكن نعمل البروكسيمت اناليسيس الاول وبعدين نعمل بعد كده الجينوم بروفايلنج، فالترتيب هنا مش لازم يكون بالشكل ده، ممكن يكون كده وممكن يكون كده. يبقى ممكن ابتدي الاول بالبروكسيمت اناليسيس وبعدين ابتدي او اعمل الجينوم بروفايلنج بعدها. بعد كده بيبقى عندي الكيميكال ايفالويشن، وبعد كده البيولوجيكال اند توكسيكولوجيكال ايفالويشن، مايكروبيال اند ذن راديو اكتيف ايفالويشن. تمام، دول تقريبا الناين ستبس الاساسيين بالنسبه لنا في اي كيو سي سايكل. تمام، طبعا في بعض الاحيان مش لازم اعمل التسعه كلهم، ممكن ان انا في بعض الاحيان استغنى عن خطوه او خطوتين منهم، لكن الماجوريتي هتتعمل، الماجوريتي بتاعت الستبس دي هتتعمل. وزي ما قلت لكم ان في كتير من الاحيان كمان بنحتاج ان احنا نعمل اديشنال ستبس اللي بدا يتم اقتراحها في الفتره الاخيره، بالذات لموضوع السيفتي والافيكاسي. يعني اتفقنا ان الكواليتي كنترول سايكل المفروض انها تحقق لي ثلاثه ستاندردز، الكواليتي اللي هي الفارماسيوتيكال ستاندردز، الكواليتي يعني عموما سواء رو ماتيريال او فينيشد برودكت او حتى ان بروسيس، وطبعا السيفتي والافيكاسي. السيفتي طبعا اللي هو ان البرودكت بتاعي يكون سيف، والافيكاسي ان هو يكون افكتيف. فطبعا البروسيس اللي قدامنا دي ممكن تكون بتحقق الكواليتي بشكل كبير جدا، اللي هو فكره الفارماسيوتيكال ستاندرز، وان انا اطمن ان البرودكت بتاعي الايدنتيتي بتاعته مظبوطه والبيوريتي بتاعته مظبوطه والكونتنت بتاعه مظبوط كنسبه مواد فعاله. ولكن السيفتي والافيكاسي ما بتكونش كامله قوي،
ما بتديناش 100% او ما تديناش انفورميشن 100% عن السيفتي والافيكاسي، وهنبقى نتكلم عن النقطه دي لما نوصل لها. خلاص، فخلينا بس الاول نغطي السايكل دي بشكل ايه، بشكل كويس. فهنبتدي الاول مع بعض كده بالبري سامبلنج انسبكشن. تعالوا نبتدي كده مع بعض يا شباب. اول ستيب بالنسبه لنا اللي هي البري سامبلنج انسبكشن. تمام، البري سامبلنج انسبكشن يمكن من الحاجات اللي هي كلمه، يمكن بري دي مهمه قوي. كلمه بري دي دايما البريفكس ده بتشوفه في كلمات كتير، اكيد اخدتوه قبل كده، ان انت ده معناه قبل، يعني بري سامبلنج يعني ده مرحله قبل السامبلنج. يبقى انا لما بيجي لي الهربال رو ماتيريال لازم ابتدي اشوف الاول هتعامل معاها ازاي في المرحله دي. المرحله دي انت دايما بيكون عندك الهربال رو ماتيريال جايه لك لسه من الفندر او من السبلاير. ويمكن احنا كنا اتكلمنا على المرحله دي يمكن الاسبوع اللي فات او في المحاضره اللي فاتت، لما قلنا ان هنا لازم تعمل حاجه اسمها فيريفاي ذن تراست، يعني لازم تعمل فيريفيكيشن للماتيريال اللي جايه لك وبعدين تبتدي ان انت تثق فيها بعد كده. فعشان تعمل فيريفيكيشن، اول خطوات الفيريفيكيشن في البري سامبلنج كلها متعلقه بالكونتينرز اللي جايه لك. الكونتينر اللي جاي لك بيبقى حاجه من الاثنين دول غالبا، في اغلبيه الاحيان يا بيكون كرتون بوكسز كده، ده بنقول عليه كونتينر، يا اما بيكون سلندر بوكسز كده بالشكل ده، ده برضه بنقول عليه كونتينر. ولكن لما بتيجي تفتح الكونتينرز دي سواء ده او ده، بتلاقي جواها حاجات تانية بنقول عليها باكجينج يونتس، شايفينها دي كده اسمها باكجينج يونت. الباكجينج يونت دي غالبا بيكون فيها، هي دي اللي بيكون فيها الهربال رو ماتيريال بتاعتك، وبتكون باوزان ثابته. يعني مثلا عندي البوكس ده فيه 10 باكجينج يونتس مثلا، كلهم كل واحده منهم عباره عن كيلو، ففي الاخر البوكس ده كله على بعضه الكرتون بوكس ده عباره عن 10 كيلو. تمام، يبقى كده احنا فهمنا الحاجه بتجيلي عامله ازاي اصلا. طب انا دوري ايه في البري سامبلنج؟ انا دوري ان انا انسبكت، اعمل، عشان كده اسمه انسبكشن، انا بعمل انسبكشن او ببص على حاجتين، ببص على الكرتون بوكسز وببص على الباكجينج يونتس اللي موجوده جواها. طيب هل انا ليا علاقه في المرحله دي بالهربال رو ماتيريال؟ نهائي، الهربال رو ماتيريال بالنسبه لي لا تعنيني في شيء في المرحله دي. في المرحله دي كل دوري ان انا ابص على الكونتينر والباكجينج يونت بس. طب اعمل لهم انسبكشن من ناحيه ايه؟ من ناحيه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هم ماشيين مع الهربال رو ماتيريال بتاعتي. بمعنى ايه ماشيين مع الهربال رو ماتيريال بتاعتي؟ بمعنى ان لازم اتاكد ان هم مثلا، وده هياخدنا للنقطه اللي احنا كنا اخدناها من شويه في الجود ستورج براكتسز. انا عندي هربال رو ماتيريال جايه لي مثلا مويستر سنسيتيف، والراجل بعتها لي مش متخزنه في مع دي هايدريتنج ايجنت خالص، بالعكس سايبها كده وخلاص، ولا حتى في اير تايت كونتينرز، مجرد ويل كلوز كونتينرز عاديه وانتهينا، فدي هتتاثر اكيد بالمويستر. حاجه تانية لايت سنسيتيف مثلا، والراجل بعتها لي متخزنه في بتاع ده اللي هي الكلير جلاس كونتينرز، او متخزنه في الشيتس البلاستيك شيتس العاديه اللي هي الشفافه، فمتعرض ممكن تتعرض لللايت بشكل كبير، او الكونتينرز نفسها مفتحه فالرو ماتيريال متعرضه لللايت. يبقى مرحله البري سامبلنج دي انت بتتاكد منها من الحاجات دي، انت بتتاكد ان الكونتينر مناسب للرو ماتيريال بتاعتك، وده طبعا انت بتعرفه من انت ما بتبقاش حافظ كل حاجه، فبالتالي بيبقى عندك في المصنع حاجه مهمه قوي اسمها الاس او بي، الستاندرد اوبريتنج بروسيدجرز، ودي بتبقى موجوده للباتشز عموما، او بتبقى موجوده للتشغيلات بتاعتك او للبرودكتس اللي موجوده في المصنع، وبتقول لك ان البرودكت الفلاني ده خلي بالك ده بيبقى كذا وكذا وكذا وكذا، لايت سنسيتيف، هيت سنسيتيف، بيتاثر جدا بالاير، فانت الحاجات دي بتاخد منها بتبقى عارف على طول ان الهربال رو ماتيريال لازم تبقى متخزنه بشكل معين. فهمنا ازاي؟ بس فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها بشكل كبير في الجزئية دي. طيب الحاجة التانية، غير ان انت تتأكد ان فعلا الكونتينر مناسب للهربال رو ماتيريال، وده بيكون ماشي زي ما قلت لكم على الفارماكوبيا المونوجراف سبيسيفيكيشنز، الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها موجودة في الفارماكوبيا. لما اقول لك ان الروبر ده مثلا لايت سنسيتيف، ده موجود في الفارماكوبيا معروف، وبالتالي يبقى الحاجات دي كلها لازم تكون موجود. الحاجة التانية، ما يبقاش اصلا الكونتينر فيه مشاكل، ما يبقاش فيه فيزيكال دامج، متقطع، مكسور، مفتوح، كل الحاجات دي فيزيكال دامج او فيزيكال ديفكتس موجوده. تمام، ما يبقاش مثلا متعرض لميه فمرطب او مبلول او كده، كل الحاجات دي يبقى فيه مويستر معينه كونتنت، كل ده بيأثر طبعا على الايه، على الهربال ماتيريال بتاعتي، فلازم اتاكد ان الكونتينر بتاعتي حالته كويسه، انتاكت زي ما بيقولوا، يعني ايه؟ يعني حالته كويسه جدا ما فيهوش اي مشاكل. فهو دي، هي دي باختصار شديد مرحله الايه، البري سامبلنج انسبكشن من ناحيه الباكجينج. بس في نقطة تانية هنا اللي هي نقطة الليبلينج، ان لازم اتأكد ان كل كونتينر مبعوت لي سواء كونتينر او باكجينج يونت، خلي بالكم من الكلام، كونتينر او باكجينج يونت، يعني ده يكون عليه ليبل، لما افتحه الاقي كل باكجينج يونت موجودة جوه عليها ليبل.
تمام. الليبل ده لازم يكون فيه اسم النبات طبعا اكيد، لازم يكون فيه الحاله بتاعته، هل هو باودر، هل هو انتاكت على بعضه البلانت بورت، لازم يكون فيه الوزنه. هنا مثلا الكونتينر ده فيه 10 باكجينج يونتس، كل واحده وزنتها كيلو، يبقى الكونتينر ده وزنه على بعضه 10 كيلو. ده مثلا الباكجينج يونت وزنتها كيلو، يبقى مكتوب عليها الوزنه بتاعتها انها كيلو، وهكذا تمام. فلازم الليبلز دي تكون موجوده وواضحه ومكتوبه بشكل كويس. وطبعا ممكن جدا يكون مكتوب في الحاجات دي تاريخ الزراعه، تاريخ الكولكشن، ممكن جدا تكون مكتوبه على الليبل بتاعها تمام. يبقى كده ده مبدئيا البري سامبلنج انسبكشن، وده يعني بنقول عليه ايه، حاجه روتينيه لازم تتعمل، ولكن لازم تتعمل، لان لو في فيزيكال ديفكت من الاول لازم الباتش كلها ترجع. زي فكره ان زي ما قلت لكم انا يبقى عندي مثلا حاجه تكون مويستشر سنسيتيف جدا وانا باعتها في كونتينرز مفتحه وفي الهواء، او حاجه لايت سنسيتيف جدا وانا باعتها في حاجات شفافه، كل دي حاجات خلاص دي فيتال، ما ينفعش ان انت تستنى، لازم ترجع الحاجه من الاول، ما تعملهاش اصلا اي ايه اي بروسيسنج بعد كده. الخطوه دي لو ما اتعمل ايه، الخطوه دي لما بتتعمل بتوفر عليك مجهود كبير طبعا وفلوس، لان انت مجرد ان انت بعينك كده قدرت تعمل انسبكشن من الاول، فلو في مشاكل واضحه كده من الاول يبقى بالسلام. زي فكره مثلا ان انا تكون مبعيت الكونتينرز دي واجي افتح كده الاقي انسكس مثلا موجوده هنا جوه كده، افتح كده الاقي وسط الباكجنج يونتس دي في انسكس مثلا، خلاص شكرا من الاول كده ايه، ترجع الباكج بتاعتك على طول. فهمنا؟ فهي دي فكره البري سامبلنج انسبكشن، بتتعمل بس بهدف زي ما قلت لكم توفير كتير من النفقات بعد كده، طالما في حاجات تقدر تظبطها الاول بعينك كده من الاول بمجرد ايه انسبكشن بسيط. لو الانسبكشن ده كان تمام بنقول عليه حتى انيشيال انسبكشن، فلو الانسبكشن ده تمام وقال لك ان الكونتينر والباكجينج يونتس كلها يونيفورم، ساعتها بتبتدي تعمل السامبلنج، يعني تبدا تاخد سامبل فور كواليتي كنترول اناليسيس، ودي الخطوه الثانيه اللي هنبتدي نتكلم عليها. يبقى اتفقنا ان احنا كده خلصنا البري سامبلنج انسبكشن، وقلنا ان الخطوه دي متعلقه مينلي بالكونتينرز والباكجنج يونتس من ناحيه الباكجنج ومن ناحيه الليبلنج. الخطوه الثانيه اللي بتقابلنا اللي هي السامبلنج، ان انا ببتدي اخد سامبل فور اكزامينيشن او فور كواليتي كنترول اناليسيس، يعني السامبل اللي انا هاخدها من هنا دي لازم هي اللي هتخش معايا وهي اللي هتكمل معايا في بقيه السايكل. خلينا نفهم برضو النقطه دي بشكل كبير في السلايد اللي جايه، ايه فكره السامبلنج وليه بعمله وايه اهميته تمام. لما نيجي يا شباب نتكلم بقى على البروسيس بتاعت السامبلنج، انا بقول لكم ايه الفكره من ان انا طبعا السامبلنج هي عباره عن السيلكشن اوف هيربال سامبل فور اكزامينيشن. فانا كنت بقول لكم في السلايد اللي فاتت ايه الفكره يعني من ان انا اعمل سامبلنج، يعني الفكره ان انا بيكون عندي هيربال باتش جايه لي كبيره جدا من الرو ماتيريال، فمش معقوله هاخد الهيربال باتش بتاعت الرو ماتيريال دي كلها على بعض اللي بالاطنان مثلا وابتدي ان انا اخدها كده زي ما هي واعمل لها تيستنج. اكيد عمليه يعني كبراكتيكال ابليكابيليتي كده او كتطبيق عملي ان انت تقدر تعملها مستحيله، وبالتالي انت محتاج تاخد سامبل من كل الكميه اللي قدامك بتاعت الهيربال رو ماتيريال، عشان كده بنقول انها عباره عن ايه سيلكشن اوف هيربال سامبل. يبقى انا لازم اختار هيربال سامبل الجزء ده السامبل دي تكون اصغر صغيره جدا في الحجم وتكون مناسبه ان انا اقدر اعمل لها اناليسيس، يعني ما تكونش كميه كبيره قوي، هتكون كميه صغيره بحيث ان تكون مناسبه ان انا اقدر اعمل لها اكزامينيشن ومشيها خلال الكواليتي كنترول. وبالتالي خطوه السامبلنج دي هتكون هي اهم خطوه عندك في الكواليتي كنترول، لانها لو اتعملت صح والسامبل اللي اتاخدت دي كانت سامبل مظبوطه الحكم بتاعك في النهايه على الهيربال باتش بتاعتك هيكون مظبوط، انما لو السامبل بتاعتك دي كانت متاخده بطريقه غلط او مش ماشيه مع الجايد لاينز، يبقى في الاخر حكمك على الهيربال باتش ممكن يكون خطا تمام. عشان كده دي اهم خطوه في الموضوع كله. طب ايه الصعوبه فيها؟ انا دلوقتي عندي هيربال رو ماتيريال، ما اروح اخد اي سامبل وخلاص، اخد اي سامبل وخلاص دي اسمها راندوم سامبل. راندوم سامبل يعني بعمل حاجه اسمها راندومايزيشن، يعني باخد من اي مكان انقي كونتينر، عندي قدامي 100 او 1000 كونتينر، انقي منهم بوكس واحد اسحب منه باكجينج يونت واسحب منها عينه وخلاص على كده، دي اسمها راندوم سامبل. دي ملهاش اي قواعد عشان كده سميناها راندوم، عشوائيه ملهاش اي قاعده. طب هل دي غلط؟ لا، الابروتش ده مش غلط، الابروتش ده صح بس في حاجات تانية غير الهيربال رو ماتيريال، يعني ممكن يبقى صح مثلا في حالات السنثاتيك رو ماتيريال، ممكن على اعتبار ان الماتيريال اللي قدامنا كلها شبه بعض او كلها كونسيستنت، كلها عباره عن ماده واحده، ما جايب انا مثلا رو ماتيريال عباره عن مثلا فالزرتان مثلا تمام، او عباره عن بتاع ده ستورش هعمل منه تابلت، فخلاص هي كلها ايه، كلها حاجه واحده. انما اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده عباره عن هيربال رو ماتيريال. الهيربال رو ماتيريال فيها مشكله مهمه جدا جدا جدا، وهي اللاك اوف هوموجينيتي، هي اللاك اوف هوموجينيتي زي ما انتم شايفين حاجه زي كده مثلا،
لو هاخد منين السامبل، هاخد من هنا من الجزء ده ولا اخد من الجزء بتاع الفلاور ده ولا اخد منين. فانت عندك دايما lack of homogeneity، مش كل الهرب اللي قدامك او الرو ماتيريال اللي قدامك بتبقى زي بعض بالظبط، تمام؟ وارد جدا ان الجزء اللي انت تاخد منه يكون فيه مثلا نسبة impurity عالية، او نسبة ما تعبرش عن الباتش كلها اللي هي بالاطنان، تمام؟ فترفض الباتش في حين ان الباتش ماشية مع المواصفات والمفروض ان انت كنت تقبلها، لان احنا اتفقنا ان القرار بتاعك في الاخر من الكواليتي كنترول سايكل اللي بتتعمل للرو ماتيريال هي هل الرو ماتيريال دي تكمل معانا ولا شكرا الرو ماتيريال دي ما تكملش معانا وتتباع تاني للفندور او يحصل لها ريجكشن. وبالتالي الخطوه دي مهمه جدا، وزي ما قلت لكم من اهم الخطوات اللي بتاثر على الكواليتي كنترول سايكل كلها، واهم مشكله فيها زي ما قلنا اللاك اوف هوموجينيتي بتاعت الهربال ماتيريال، يعني ان الهربال ماتيريال اللي قدامك مش هوموجينس، فيها هيتروجينيتي عاليه، تمام؟ طيب ايه الفكره هنا؟ الفكره ان انا عايز اخد سامبل، السامبل دي it can represent the whole batch، وده اللي انا قلته ان السامبل اللي هاخدها اللي هي حجمها صغير جدا يمكن بالجرامات تمثل بشكل كبير جدا او تكون ممثل كويس قوي للباتش اللي هي بالاطنان او بالكيلوات، فهمنا؟ عشان كده بنقول ان السامبل لازم تو ريبريزنت ذا هول باتش، تمام؟ لو السامبل دي قدرت ان انا اخليها تو ريبريزنت الهول باتش يبقى النتيجه اللي هتاخدها من السامبل تقدر تطبقها على الهول باتش. لو لقيت ان السامبل دي اوكي يبقى الهول باتش بتاعتك اوكي، لو لقيت السامبل دي ماست بي ريجكتد يبقى الهول بتاع باتش بتاعتك ماست بي ريجكتد. وهي دي الفكره هنا، هي الفكره كلها في النقطه دي. طيب ازاي اتاكد ان السامبل اللي انا باخدها ات كان ريبريزنت ذا هول باتش؟ يبقى لازم يكون عندي جايد لاينز لعمليه السامبلنج، تمام؟ اهم حاجه في الجايد لاينز، الجايد لاينز دي بتدور حوالين حاجه معينه هكلمكم عليها دلوقتي، ولكن اهم حاجه في الجايد لاينز دي في الاخر ان انت تاخد اكتر من سامبل، تعمل حاجه اسمها ريبيتد سامبلنج، تعمل حاجه اسمها ايه ريبيتد سامبلنج او سامبلنج متكرر، وتحاول ان السامبلنج يكون من اكتر من مكان، تمام؟ وطبعا ده الاوفر فيو او الحاجه الجنرال من بره قوي. طب هل لازم اعمل الريبيتد سامبلنج والسامبلنج اللي هو فروم ديفرنت بارتس من الباتش ده على طول؟ لا مش شرط، مش شرط، ولكن في اوقات في الجايد لاينز بيكون اجباري وفي اوقات بيكون اختياري، فهمنا؟ حسب بقى الحجم بتاع الباتش، حسب طبيعتها، هنتكلم دلوقتي على الجايد لاينز كلها، ولكن الاوفر فيو العام ان القاعده تقول لك ايه، خد اكتر من سامبل من اكتر من مكان من الباتش بتاعتك، يبقى من اكتر من كونتينر، من اكتر من باكجينج يونت. طب هاخد قد ايه؟ هاخد عدد سامبلز قد ايه؟ اعمل ريبيتد سامبلنج قد ايه؟ كل ده الجايد لاينز هتقوله لنا في السلايدز اللي جاي. فلما مثلا سي انا عندي 10 كرتونات، اخدت من كرتونتين سامبل من هنا وسامبل من هنا، واجمع الاثنين سامبل دول مع بعض، يبقى انا كده قدرت اوصل لحاجه افضل شويه من ان انا اخد سنجل ايه سامبل. دي الفكره العامه، بس طبعا ليها قواعد، مش بمشي كده ايه راندملي، كل واحد بمزاجه ياخد، ده ياخد اثنين، ده ياخد ثلاثه سامبلز، ده ياخد 10 سامبلز، لا ليها جايد لاينز معينه هنبتدي نتكلم عليها في السلايد الجايه. الهدف في الاخر ان انا بطمن ان السامبل اللي انا واخدها ات كان ريبريزنت ذا هول باتش، وبحاول اتغلب على المشكله اللي بتقابلني اللي هي مشكله الايه الهيتيروجينيسيتي، ان مفيش هوموجينيتي في الهربال ماتيريال بتاعتي، فبحاول ان انا اخلي السامبل اللي باخدها تبقى حاجه هوموجينس وحاجه ممثله كويسه قوي للباتش اللي موجوده عندي. فهمنا الفكرة عاملة ازاي يا شباب؟ عشان كده خطوة السامبلينج دي من الخطوات المهمة جدا جدا جدا. أول حاجة السامبلينج فيه شقين. الشق الأولاني متعلق بالنو هاو، يعني إن أنا هعمله ازاي؟ ازاي آخد سامبل أصلا؟ أنا عندي دلوقتي أهو مثلا كونتينر قدامي، آخد منه سامبل ازاي؟ يبقى ده النو هاو. والحاجة التانية حسابات كالكوليشنز عشان أقدر أعرف السامبل بتاعتي اللي هاخدها تكون وزنتها قد ايه، واعمل ريبيتد سامبلنج ولا ما اعملش، يعني اكرر تكرار ان انا اخد اكتر من سامبل، وعدد الريبيتد سامبلز اللي المفروض اخدها تبقى قد ايه. فدي كلها حسابات لازم تتعمل. يبقى السامبلنج فيه شقين، شق متعلق بالكالكوليشنز وشق متعلق بالنو هاو. هنبتدي دلوقتي نتكلم عن النو هاو اللي هو زي الصوره اللي فوق دي كده. ازاي اخد سامبل؟ ازاي احضر او اسحب سامبل من الهربال رو ماتيريال اللي جايه لي؟ خلاص هنشوف فيديو في السلايد اللي جايه ده بيوضح قوي وجميل جدا، بيوضح البروسيس فيري سيمبل، ولكن بتتعمل بشكل ايه، بشكل منظم وبشكل كويس، تمام؟ هيبقى فيه هنا زي ادي قدامنا هنا، انا بس هشرح بسرعه كده عشان لما تشوفوا الكونتينر تقدروا ان انتوا تشوفوه او تشوفوا الفيديو تبقى فاهمين احنا بنتفرج على ايه، واحاول اعمل يعني كومنتري على الفيديو. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان احنا عندنا ادي مثلا باكج،
الباكج دي بنبتدي نفتح فيها فتحه صغيره زي ما انتم شايفين هنا، والفتحه دي غالبا بتكون على شكل مثلث زي ما انتم شايفين كده، تمام. ومن الفتحه دي ببتدي اخد السامبل بتاعتي عن طريق حاجه اسمها سامبلر. هتشوفوا الراجل ده بيدخل تيوب كده، تيوب تبقى طويله شويه وليها فتحتين او مكانين، مكان بيدخل جوه المثلث ده بحيث انه يدخل جوه الهربر رو ماتيريال، والمكان التاني بيكون مدور ومفتوح برضه بحيث ان يسحب من ناحيه ويكب من الناحيه التانيه جوه بيكر زي ما هنشوف في الفيديو بشكل موضح بشكل كبير. ده اسمه سامبلر، والسامبلر ده مشهور جدا في حالات الهربال ايه رو ماتيريالز. وعاده السامبلرز دي بتكون معروفه، السامبلر ده بيسحب مثلا 50 جرام، السامبلر ده بيسحب 100 جرام، السامبلر ده بيسحب 250 جرام لما بتملاه. فمجرد ان انت بتملى التيوب دي بتبقى عارف تقريبا الوزن اللي انت واخدها قد ايه، وبتعبيها في بيكر. طبعا البيكر ده لازم يكون ليبلد، وبتقفلها على طول في ساعتها، وبعدين بتبتدي تقفل المكان اللي انت عملت منه سامبلينج، وتحط ليبل ان الكونتينر ده has been sampled by فلان الفلاني، يبقى فلان الفلاني اخد منه سامبل قبل كده، تمام. دي تقريبا الطريقه اللي بنعمل بيها سامبلينج، بس دي مره واحده. ممكن اعمل اكتر من مره، ممكن اعمل اكتر من مره، بس ده حسب الكالكوليشنز اللي هنتكلم عليها بعد كده. خلاص واضح؟ تعالوا بقى نشوف الفيديو كده مع بعض. زي ما انتم شايفين هنا، هو بيقول ان هو في الاول يعمل المثلث او بيعمل الفتحه عن طريق القطر. طبعا هي بتعتمد على اكتر على نوع الكونتينر اللي موجود عندي هنا. الكونتينر يسمح ان هو يستخدم القطر، فبيقطع فيه فتحه عامله زي المثلث كده. وبتدي شايفين ده السامبلر اللي شرحته لكم في السلايد اللي فاتت. تيوب بيبقى ليها فتحه عباره عن دايره، دي بتبقى بره، وفتحه ثانيه بتكون مفتوحه اكتر شويه، شايفين عامله زي ما تكون مكان يسمح بدخول الايه السامبلر، مجرد ان هو يسحب ويدخلها من الناحيه الثانيه من غير ما يلمس الهربر رو ماتيريال ولا اي. خلص تقريبا الوزنه دي بتكون ثابته زي ما قلت لكم، لان السامبلر بيكون معروف وبيسحب. هو هنا سحب سحبتين، فيبقى عارف كده مثلا لو السامبلر دخل مثلا 100 جرام يبقى هو كده سحب 200 جرام تقريبا، تمام. مجرد ان هو لما ملى البيكر بتاعه او ملى الكونتينر بتاعه بيبدا يقفله، وخلاص كده دور السامبلر انتهى. طبعا يبتدي يقفل المكان طبعا بتاع اللي هو فتح فيه الكونتينر نفسه، يبتدي يلزقه بشريطين مقفول تماما يعني ويل كلوزد، وبعدين يبتدي يحط عليه الايه الليبل اللي هو السامبل دي او الكونتينر ده هاشين سامبل، والسامبل اسم الراجل اللي عمل السامبل ده الفلاني عشان يبقى معروف مين اللي عمل السامبل بس، تمام. طبعا الكونتينر ده برضه لازم يكون ليبل. هنا مثلا عامل اي في ليف، بياخد اي في ليف مشهوره جدا في ادويه الكحه. خلاص واضح؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ازاي بعمل سامبلينج اصلا، نو هاو بتاع السامبلينج بتاعت الهربال ايه رو ماتيريال بتاعتي. تعالوا نشوف، هتلاحظوا هنا ان ده رو ماتيريال ان بالك. يعني ايه بالك؟ يعني كميات كبيرة، احنا عندنا كميات كبيرة بالاطنان زي ما قلت لكم، وعايزين احنا ناخد منها سامبل بشكل معين. مش شرط تكون سامبل واحدة زي ما قلنا قبل كده، ممكن تكون ريبيتد سامبلينج، يعني انا ممكن اكرر البروسيس دي في اكتر من كونتينر تاني. هعرف منين بقى عدد السامبلز اللي هاخدها؟ تعالوا بقى نشوف في الكالكوليشنز من اول السلايد اللي جاي. ومن هنا جاء اول حاجه عندنا اللي هي فكره السامبلر. دي اول حاجه شفناها احنا في الفيديو، اللي هي السامبلر الراجل بيستخدمه عشان يعمل بيه سامبلينج. هتلاحظوا ان له سايزز مختلف، له ديفرنت سايزز، بس كلهم نفس الفكره. حسب انت عايز تاخد كميه سامبل قد ايه، وكميه السامبل اللي انت هتاخدها دي هتعتمد على الحسبه اللي انت هتعملها، على الكالكوليشن اللي هقولها لكم دلوقتي، تمام. ففي سامبلز مختلفه بالفكره بتاعتها واحده. طيب هل اجباري ان انا استخدم السامبلر؟ السامبلر اجباري في حالات الماتيريال اللي هي بنقول عليها باودر، يعني لما يكون الماتيريال اللي جايه لك اصلا من الفندور جايه لك في صوره باودر، السايز بتاعها اقل من بنتكلم من 1 سنتي مثلا، باودر يعني بودره، يبقى في الحاله دي ايه لازم ان انا استخدم السامبلر. باودر يعني ايه؟ يعني نبات تاخد مثلا، جبنا الليف وعملنا لها طحن، طحنت بعد الدراينج اتعمل لها طحن، فبالتالي بقت باودر. خلاص زي فكره الباودر انتوا بتستخدموها لما تيجوا تعملوا مايكروسكوب مثلا. نايت باودر دي اتعملت ازاي؟ ان جبنا البلانت ماتيريال وبدانا ان احنا نعملها باودرنج، اتطحنت، تمام. فهنا في الحاله دي زي ما قلت لكم لازم السامبلر يكون موجود. الحالات الثانيه اوبشنال. زي ايه مثلا الحالات الثانيه؟ ان يكون عندك مثلا بلانت ماتيريال جايه لك في صوره بالك بيسز بنقول عليها، او يعني مثلا روت، حتت من روت جايه، او مثلا ليف، فيبقى الليف جاي زي ما هي، فاهمين قصدي ازاي؟ فيبقى كده دي بنقول عليها بيسز، فالبيسز دي ما بقتش باودر كده. هنا يعني ال WHO بتقول لك اتس يعني اتس اوبشنال، يعني ممكن انت تعملها، وممكن انت تستخدم الهاندز عادي جدا بجوانتي وتاخد الايه الهربال ماتيريال بتاعتك. خلاص يعني بتبقى الكميات بتاعتها اكبر والحجم بتاعها اكبر، فبتبقى عمليه ان انت تاخدها بالسامبلر بتبقى مش سهله، تمام.
فدي نقطة مهمة، دي يبقى دي أول حاجة فكرة السامبلر واستخدمه إمتى. الفكرة التانية اللي هي الطريقة بتاعت السامبلينج، اللي هو الراجل شفتوها في الفيديو، الراجل لما بيجي ياخد سامبل هنا هو واخدها بس سطحي كده سوبرفيشال، انما المفروض ان الحاجات اللي بتتعمل دايما ان السامبلز تتاخد من الكورس، من النص بتاع المركز بتاع الباتش، تمام، وبتبقى من فروم ذا توب تو ذا بوتوم اوف ذا كونتينر، يعني تاخد بطول الايه الكونتينر كده، تمام. يعني لو انت حاطه زي ما هو كان موجود قدام الراجل كده محطوط على على التيبل، يبقى انت بتدخل السامبلر ده بحيث ان هو تضمن ان هو دخل لغايه اخر تحت الكونتينر خالص، او نهايه الكونتينر من تحت، فبيبقى كده انت دخلته من التوب تو دي بوتوم، وبتضمن بيها ان انت بتاخد سامبل كبيره، وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه، تبقى هوموجينس، يعني ممثله شويه للباتش او للكونتينر اللي موجود عندك. فدي برضو احد القواعد المهمه. طب هل اخد السامبل دي مره واحده زي ما الراجل عمل كده، ولا المفروض ان انا بعمل اكتر من سامبل؟ طب لو اخد اكتر من سامبل اخدهم من نفس المكان ولا من اماكن مختلفه؟ كل دي اسئله. الجايد لاينز بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان احنا هنقسم الهربال ماتيريال بتاعتنا لثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هي الهيربال ماتيريال بيقولوا عليها ان بالك، تمام. ان بالك يعني ايه؟ يعني جاي لك رو ماتيريال كرود، لسه جاي من عند الفندور بقى، ليف فلاور روت مش حاجات بالشكل ده. البالك دي نوعين، يعني هي لوحدها كده نوعين، تمام. عشان كده بقول لك هم ثلاث انواع، نوعين منهم بالك. النوع الاولاني اللي هو الهيربال ماتيريال ان بالك تكون باودر زي اللي قدامنا ده، والنوع الثاني انها تكون هيربال ماتيريال ان بالك بس تكون بيسز، روتس رايزومز ليفز بالشكل ده، تمام. دول النوعين الاولانيين. النوع الثالث اللي هو بنقول عليها هيربال ماتيريال ان ريتيل باكجز. ريتيل باكجز يعني ايه؟ يعني خلاص بقى اللي هي في مرحله الايه، الصناعه، اتصنعت، بدات تشوف عندك فينيشد برودكت، خلاص انت على وشك ان انت هتبيع بقى، يعني هتطلع من المصنع وتودي على الصيدليات، تمام. وبالتالي يبقى انت كده ايه، عندك حاجه اسمها ريتيل باكجز، شكل الفينيشد برودكت موجود. دول النوعين. هتقولي هو انا ايه اللي يخليني اخد سامبل من الفينيشد برودكت او من حاجه حصل لها بروسيسنج؟ مش احنا قلنا ان الكواليتي كنترول دي ما بتتعملش في الاول بس، احنا قلنا ان الكواليتي كنترول دي بتتعمل في الاول في الرو ماتيريال، وبتتعمل ان بروسيس، والبروسيس شغاله، وبتتعمل كمان على الايه، على الفينيشد برودكت. فبالتالي انت محتاج في الاخر ان انت هتاخد سامبل حتى من الفينيشد برودكت بتاعك عادي جدا يعني، تمام. طيب تعالوا بقى نشوف بسرعه جدا القوانين اللي هي في الحته دي او بتحكمنا في الجزء ده، بحيث ان احنا نقدر ايه يعني نوصلها بشكل كويس من خلال الفيديو، يبقى اسهل يعني. اول حاجه انت عندك بالنسبه للبيسز للباودرز اللي هي الهربال ماتيريال جايلك باودر، فانت هيبقى عندك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان يكون السامبل سايز بتاعتك اقل من 10 كيلو، ودي يعني احتمالات بسيطه جدا. اقل من كام؟ من 10 كيلو، تمام، 10 كيلو، ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال الثاني اللي موجود هنا ده اللي هو من 10 لغايه اقل من 100، تمام. والاحتمال الثالث اللي هو بتتكلم ان هو يكون عندك اكتر من 100 كيلو. دول الثلاث احتمالات، تمام. اللي اقل من 10 كيلو ده احتمالات بسيطه جدا، ودي غالبا على فكره بتشوفوها في البري سامبلنج، البري شيبمنت سامبل. فاكرين ما كنت بقول لكم ان احنا لما بنيجي نطلب من نتعامل مع فيندور بنطلب منه عينه الاول، فبيبعت لك حاجه اسمها بري شيبمنت سامبل. البري شيبمنت سامبل غالبا بتكون في الرنجات دي اللي هي اقل من 10 كيلو، تمام. فانت بتاخد من لو هي في المرحله دي بتاخد منها المفروض 125 جرام سامبل. 125 جرام دول بتاخدهم وتشتغل بيهم، خلاص، مفهوم؟ طيب يبقى دي اول مرحله، خلاص الحته دي مش موجوده في السلايد فيا ريت نزودها. يبقى اللي هم اقل من 10 كيلو بنتكلم في حوالي 125 جرام، دول لو بنتكلم على اللي هو الايه اللي هي زي ما قلت لكم عينات بتبقى باعتها لك الفندور تحللها، فتاخد منها 125 جرام مره واحده بالنوها واللي الراجل وراها لنا في الفيديو بالطريقه اللي قلناها، ومن الكور من التوب للباطن بتاع الكونتينر، وخلاص على كده، تمام، وتبتدي تشتغل بقى عليها الخطوات بتاعتك. طيب النوعيه الثانيه اللي هي من 10 لاقل من 100، اللي من 10 لاقل من 100 فاحنا لازم ناخد 250 جرام، 250 جرام سامبل، تمام. 250 جرام دي في بعض الناس تفضل انها تاخدها من ديفرنت يعني بورتس، من الباتش، من اماكن مختلفه، فتاخدها مثلا 50 من هنا و50 من هنا و50 من هنا، فتبقى اخدت مثلا خمس مرات عملت سامبلينج من خمس حتت مختلفه وجمعتهم مع بعض. المهم في الاخر ان يبقى عندي 250 جرام. ال WHO ما بتحطش هنا جايد لاينز في النقطه دي، يعني بتقول لك عايز تاخد ال 250 جرام كلهم مره واحده، عايز تاخدهم من ديفرنت بورتس من الباتش، مفيش مشاكل، براحتك، المهم ان انت تاخد ال 250 جرام. طيب دول اللي هم لو الباتش بتاعتك وزنتها من 10 لاقل من 100 ولازم تكون باودر، نركز، تمام. المجموعه الاخيره بقى اللي هي اكتر من 100، ودي اكتر مجموعه على فكره احنا بنتعامل معاها،
اللي هي بتجيلك بقى كميات كبيره، المصنع كميات بالاطنان تبتدي تشتغل عليها وانت محتاج تطلع منها سامبل كويس. وهنا في ميثود اوف كالكوليشن لازم تتعمل. ايه هي؟ بيقول لك ان انت هتاخد عدد من السامبلز، يبقى انت هنا مش هتاخد سامبل واحده. كل اللي فات كنا بناخد سامبل واحده سواء 125 جرام او 250 جرام متقسمه على عدد من السامبلز، في الاخر هي 250 جرام بتتاخد. المرحله دي لا بقى، هتاخد عدد من السامبلز. السامبلز دي الرقم ده يمثل، تعرفه ازاي العدد السامبلز اللي انت هتاخدها؟ هتاخد مثلا 5 سامبلز 6 سامبلز او 10، العدد ده تعرفه ازاي؟ هو عباره عن 1 على 10 من النمبر اوف باكجز. وكلمه نمبر اوف باكجز يعني نمبر اوف كونتينرز، عدد الكراتين او عدد الشكاير او عدد الباكجز اللي جايه لك قد ايه، مش نمبر اوف باكجينج يونتس. باكجز يعني الحاجات الكبيره اللي جايه، البوكسز او الكرتونز اللي جايه. فسي مثلا ان انت جاي لك باتش كبيره اكتر من 100 كيلو، الباتش دي مثلا فيها حوالي 20 باكج مثلا، يبقى انت كده مطلوب منك تاخد كام سامبل؟ 1 على 10 من ال 20 اللي هم 2، يبقى انت كده هتاخد من كل ده عدد 2 سامبل من اماكن مختلفه، من ديفرنت بورتس من الباتش، يعني من كونتينرز مختلفه، وبالطريقه اللي قلنا عليها، بنفس الطريقه، بالنو هاو اللي قلنا عليه، من الكورت ومن التوب للباتوم وباستخدام السامبلر بس كده. طب انت جاي لك مثلا باتش كبيره اكبر منها بكتير فيها 100 باكج، يبقى انت محتاج تاخد 1 على 10 من ال 100 باكج، يبقى كام سامبل؟ يبقى هتاخد من كل ده هتاخد 10 سامبلز. السامبلز دي برده هتكون من كونتينرز مختلفه بنفس الطريقه اللي شرحناها. فهمنا ازاي؟ طيب بعد ما هتاخد السامبلز بتاعتك خلاص كده، يبقى هم تجمعهم مع بعض وخلاص؟ لا، السامبلز دي لازم يتعمل لها ميثود مهمه جدا اسمها ميكسينج اند كوارترينج. تعالوا نشوفها. دي الطريقة اللي احنا بنعمل بيها ميكسينج اند كوارترينج. طريقة بسيطة جدا جدا، احنا بنتكلم على باودر، المجموعة البول سامبل دي كده، البول سامبل بتاعتي زي ما انتم شايفين اهي، تمام، هي دي كده البول سامبل بتاعتي اهي هنا، تمام، واضحة دي البول سامبل، وطبعا بول سامبل تمام هي اللي فوق دي، ودي اللي انا اللي مجمع فيها كل الريبيتد سامبلز مع بعض اللي انا جمعته. خلاص بعمل ايه؟ لازم اعمل ميكسينج اند كوارترينج. الميكسينج معناها ان انا بحاول اخلط السامبلز دي كلها مع بعض وفي الاخر اخليها تبقى في شكل البيراميدال ده. الشكل البيراميدال ده هو ده الشكل اللي انا ايه عايزه. بعد كده ابتدي اعمل خطوه كده زي ما بيقولوا ان انا اخليها نص دايره، شايفين يعني زي ما بيكون ان انا عملت لها فلاتنينج، قللتها شويه بدل ما هي بيراميدال خليتها فلاتند خالص وتبقى بالشكل اللي قدامكم ده هنا في الخطوه دي. خلاص كل ده ميكسينج. خطوه ميكسنج ان انا اخليها الاول بيراميدال وبعدين بعد كده ابتدي اعمل لها فلاتنينج كويس بحيث انها تبقى فلاتند بالشكل ده، عامله زي الدايره او مسطحه بالشكل ده، تمام. بعد كده ابتدي اقسم الكميه دي لاربع اقسام، فور كوارترز، قد بعض تقريبا بالنظر، كل ده بالنظر ما فيهوش حاجه اكيوريت قوي. بتبتدي ان انت تقسمها لاربع اقسام بالشكل ده، يبقى فور كوارترز، عشان كده سميناها كوارترنج، ميكسنج اند كوارترنج. يبقى انا بعد ما بطمن ان انا عملت ميكسنج كويس، وعلى فكره دلوقتي بقت الحاجات دي كلها اوتوميتد، يعني انت بتدخلها على ميكسر، الميكسر ده بيخلط لك الباودر دي كلها مع بعض، وبعدين بعد كده بيقوم عامل لها فلاتنينج ويقسمها لك لاربعه ايه كوارترز، وممكن تتعمل مانيوال، يعني الموضوع مش صعب خالص يعني، تمام. بعد كده بيبقى عندنا الاربعه كوارترز دول واضحين، الموضوع مش محتاج حاجه اوتوميتد قوي يعني. الاربعه كوارترز دول ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعمل ريجكشن لتو دايجونال كوارترز. يعني ايه ريجكشن؟ يعني ارميهم، ديسكوردنج. فاجي مثلا على التو دايجونال كوارترز دول ارميهم. دايجونال يعني عارفين الدايجونال طبعا القطر يعني. فبالتالي او رامي الاثنين دول والاثنين التانيين هم دول اللي انا استخدمهم. ايا كان ممكن ارمي دول وممكن ارمي دول عادي مفيش مشاكل، اعمل ريجكشن لاثنين واخلي اثنين، والاثنين اللي فاضلين اجمعهم مع بعض واعمل بولد سامبل جديده في شكل بيراميد زي ما انتم شايفين كده. خلاص يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ميكسينج تاني. يبقى انت هنا عملت ميكسينج اولاني وهنا عملت ميكسينج تاني، فهمنا؟ وهنا عملت كوارترنج اولاني وهنا هتعمل كوارترنج تاني. يبقى انت الميكسينج والكوارترنج ده بيتعمل اكتر من مره، وفي كل مره ايه اللي بيحصل؟ بتضمن ان حصل جود ميكسينج وبتقلل السامبل سايز اللي عندك للنص، لان انت رميت ربعين وخليت ربعين، فكده قلت السامبل سايز بتاعك للنص، وده مطلوب. انت عايز تعمل ميكسينج وفي نفس الوقت تقلل الكميه بحيث يفضل معاك كميه في الاخر صغيره بس تكون ريبريزنتنج الهول باتش وتقدر ان انت تعمل لها بعد كده تيستنج. فهمنا ازاي يا شباب؟ وبالتالي نفترض مثلا ان انا بادئ بكميه هنا عباره عن 2 كيلو، اللي هي دي عباره عن 2000 جرام او 2 كيلو. خلاص
يبقى بعد اول بروسس من الميكسينج والكوارترينج هيكون عندي 1000 جرام، يبقى دي كده عباره عن 1000 جرام خلاص اللي هنا دي، تمام. البيراميدال ده عباره عن 1000 جرام اللي هو النص، لان احنا اتفقنا ان ميكسينج وكوارترينج بيقلل لنا النص على طول، لان انا برمي 2 دايجونال كوارترز تقريبا خلاص. طبعا باوزن بطمن ان الكميه اللي عندي فعلا كده. بعد كده اقوم عامل ايه تاني؟ نفس الخطوات تاني، ميكسينج اجين، فلاتنينج، كوارترينج، وبعدين ارمي 2 دايجونال كوارترز واخلي 2 واعمل لهم ميكسينج مع بعض، واوزن الكميه اللي موجوده عندي المفروض انها تكون تقريبا 500 جرام، تمام. هعمل نفس الحركه دي تاني وارمي 2، فيبقى عندي فاينل كوانتيتي 250 جرام. الجايد لاينز بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا بفضل اعمل الميكسينج والكوارترينج لغايه لما يبقى عندي فاينل سامبل. الفاينل سامبل دي بتكون 250 جرام اتليست. يعني ايه اتليست؟ يعني ممكن تكون اكتر من كده، ولكن اقل كميه تقدر تستخدمها كفاينل سامبل هي ال 250 ايه جرام، وساعتها ما تقدرش تعمل ميكسينج وكوارترينج اكتر من كده، وهي دي الاوفيشال سامبل اللي انت هتعمل لها تيستينج بعد كده. فهمنا شباب؟ يبقى دي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها عشان نقدر نطلع سامبل هوموجينس تو ريبريزنت ذا هول ايه باتش. هتلاحظوا ان فيها ميكسينج كتير وفيها الكوارترنج هدفه بس ان انت تقلل شويه السايز بتاعت الايه السامبل بتاعتك، خلاص واضح. وطبعا فيها ريبيتد سامبلنج من الاول من ديفرنت بارتس من الايه من الباتش، فقدرت ان انت تاخد من اماكن مختلفه تجمع كله مع بعضه، تعمل له ميكسينج كله مع بعضه بحيث تطمن انه بقى كله تقريبا هوموجينس، وبعدين تقسمه وتاخد منه جزء، والجزء ده تبتدي تعمل له نفس البروسيس تاني، فتضمن بشكل او باخر ان حصل هوموجينس او هوموجينيتي للايه للسامبل او للهربال رو ماتيريال. يا رب تكون الدنيا واضحه، تمام. طيب نفترض ان انا جيت عملت ميكسينج وكوارترنج، في مره لقيت ان الوزنه بتاعتي وصلت مثلا بقت 400 جرام، خلاص هل اعمل ميكسينج وكوارترنج تاني؟ لو جيت عملت ميكسينج وكوارترنج تاني ايه اللي هيحصل؟ هتوصل لسامبل 200 جرام. هل 200 جرام دي اوفيشال؟ خالص، اقل كميه اقدر اوصل لها 250. فانا لو وصلت الرقم ده بعده لو عملت ميكسينج وكوارترنج ما وصلش ل 250، اوصل لكميه اقل من 250، يبقى لازم اوقف هنا، يبقى كده الاوفيشال سامبل بتاعتي لازم تكون 400 جرام، تمام. طبعا لو في اي مشاكل او حاجه مش مفهومه بالنسبه لجزء السامبلنج ده ابعتوا لي طبعا على الايه على الكومنتس على المحاضره وعلى التيمز، وانا ان شاء الله برد عليها باذن الله على خير، خلاص واضح. يبقى دي اول طريقه اللي هي فكره، وطبعا انا هبعت لكم برده مسائل، هنحل مسائل سوا بحيث ان احنا نطمن على الجزء ده، خلاص. يبقى كده احنا خلصنا اول جزء اللي هو فكره لما يبقى عندك الماتيريال از باودرد، وعرفنا ازاي بنشتغل على الثلاث احتمالات اللي عندي. ممكن يكون عندي حاجه اسمها بري شيبمنت اقل من 10 كيلو، ساعتها باخد سامبل واحده 125 جرام، او عندي سامبل عندي باتش جايه لي 100 كيلو لغايه اقل من 100 كيلو، يعني من 10 لغايه اقل من 100 من 100 كيلو، في الحاله دي باخد سامبل واحده 250 جرام، وقلت لكم ساعتها يفضل ان انا اعمل ريبيتد سامبلنج، ويبقى عندي في الاخر 250 جرام توتال وخلاص، حتى مش لازم اعمل ميكسينج وكوارترنج لان الجايد لاينز ما قالتش كده، انما الجايد لاينز بتقول ان لو عندك اكتر من كده بقى 100 كيلو فاكتر، ساعتها بقى هو ده الكلام، ساعتها بقى نبتدي ان احنا نعمل لازم ريبيتد سامبلنج. عدد السامبلز اللي هتاخدها في الاخر يمثل 1 على 10 من النمبر اوف باكجز اتليست، وبعدين بتبتدي تجمع السامبلز دي كلها مع بعض، يبقى عندك حاجه اسمها بولد سامبل اللي هي الكولكتيف سامبل، وبعدين تبتدي تعملها ميكسينج كويس جدا وفلاتنينج وكوارترينج، وتاخد نصها، يبقى انت كده بتقلل السايز بتاعها وفي نفس الوقت بتعملها ميكسينج، تاخد النص ده تبتدي تشوف وزنته قد ايه، وعلى اساسه تحكم هل انا محتاج اعمل ميكسينج وكوارترينج تاني ولا لا. الحكم بتاعي بيعتمد على ان انا لازم اوصل ان الفاينل اوفيشال سامبل بالنسبه لي تكون اتليست 250 جرام، ما ينفعش تكون اقل من كده، تمام. نشوف مع بعض الكيس الثانيه. نيجي للكيس الثانيه بقى، ان انت برضو عندك هيربال رو ماتيريال ان بالك، يعني عندك كميه كبيره برضو من الرو ماتيريال، لسه ما وصلناش للفينيشد برودكت ولا حاجه، بس ايه الفرق المره دي؟ الفرق المره دي ان الهيربال رو ماتيريال جايه لك زي كده مثلا هنا جينجر روتس، يبقى جايه لك ازاي؟ جايه لك انتاكت، جايه لك ان انتاير مش ان باودرد فورم، يعني جايه لك ان بيسز زي ما انتم شايفين هنا، عشان كده هو بيقول لك ان السايز بتاعها اكبر من 1 سنتيمتر كيوب، يعني اكتر من الايه؟ من مش باودر خلاص، بقت عباره عن بلانت بورت، جايه لك روت، جايه لك رايزوم، جايه لك ليف، خلاص كده انت بتتكلم في حاجه اسمها بيسز، تمام؟ ايه بقى السامبل او ايه الطريقه اللي انا بشتغل بيها في الحاله دي؟ نفس الطريقه بتاعه الباودر، الفرق الوحيد في الكميات او في الويتس اللي بتاخدها في الاخر. بمعنى ايه؟ خلينا نشوف سوا.
احنا اتفقنا دلوقتي ان عندنا القاعده بتقولي لو انت التوتال ويت بتاعك اقل من 10 كيلو دي بري شيبمنت سامبل، وفي الحاله دي بتاخد 125 جرام، ده في العادي مفيش فيها مشاكل. تمام، دي كده كده يعني الجايد لاينز بتقول لك ان دي كده كده القاعده بتاعتك في الباودر خلاص. طب هنا تعمل ايه؟ نفس الكلام، البري شيبمنت سامبل ما بيبقاش فيها تغيير كبير خلاص، انما التغيير كله بيبقى بعد كده لما بتيجي تتكلم مثلا على هيربال رو ماتيريال من اول ال 10 كيلو لغايه اقل من 100 كيلو، ادي كيس تمام، والكيس الثانيه اللي هي اكتر من 100 ايه كيلو. وبالمناسبه الجايد لاينز بتاعت دبليو اتش او في حاله البيسز دي بالذات بتقول لك ان انت ممكن تستخدم الهاندز بتاعتك عادي في السامبلينج، يعني ممكن لو انت لابس جلوفز تستخدم تاخد بايدك عادي جدا سامبل، مش لازم تحتاج سامبلر، وده طبعا بسبب ان بعض الاحيان بتبقى البيسز دي كبيره قوي على السامبلر، فبتبقى صعب ان انت تاخد بيها كميه او تبدا تاخد السامبل بتاعتك عن طريق السامبلر، برغم ان السامبلرز دي احجام كبيره او احجام كتير، ولكن في بعض الاحيان بتبقى صعب شويه، فبتبقى الهاندلنج اسهل عن طريق الهاندز، بس تبقى في جلوفز موجوده. عشان كده بيقول لك ان هنا السامبلز ار تيكن باي هاندز from different parts of the container، مش شرط ان يكون عندي سامبلر، لو عايز تستخدم سامبلر والدنيا ماشيه معاك باستخدام السامبلر اتس اوكي okay. بس هنا مش اجباري، انما امتى السامبلر يكون اجباري؟ في حالات الباودر. واضحه دي نقطه برضو مهمه لازم نبقى فاهمينها، ده فرق مهم بين الاثنين. طيب في الحاله بتاعت البيسز دي هنعمل فيها ايه؟ لو الوزنه بتاعتي من 10 كيلو لغايه اقل من 100 كيلو، قلت لكم دي مش الحاله الكومن قوي جوه المصانع، في الحاله دي بنعمل ايه؟ في الحاله دي بناخد سامبل تمثل سنجل سامبل برضو، وتبقى كام؟ 500 جرام على الاقل. هناك لو رجعنا للباودر كنا قلنا ان اقل سامبل تقدر تاخدها 250 جرام، هو ده الفرق الاساسي، ان في البيسز بتاخد سامبل على الاقل تكون 500 جرام، اما في الناحيه الثانيه بتكون 250 جرام. برضو هنا في الحاله بتاعت اللي اكتر من 10 او من 10 لغايه اقل من 100 كيلو، الحاله دي ممكن ان انت تكون الريبيتد سامبلنج فيها اوبشنال، يعني مش شرط ان انت تعمل ريبيتد سامبلنج، ممكن تاخد سامبل واحده والسامبل دي تبقى وزنتها 500 جرام على الاقل وخلاص على كده. كلمه على الاقل دي معناها ان انت ممكن تزود، انما ما ينفعش تقل عن كده. قلت لكم يا جماعه ان هنا الجايد لاينز في الارقام بتحدد لك ليميتس، انما ما بتقولكش ارقام سبيسيفيك، انت حسب شغلك وحسب المصنع عندك بيشتغل ازاي، انما لازم ما تقلش عن حاجه معينه، فاهمني؟ لان كده كده دي سامبل انت بتاخدها بعد كده تعمل عليها اناليسس، فهي مش الويت ده هو اللي هيفرق معاك في الاناليسس. المفروض ان السامبل دي طالما هوموجينس، لو هي جرام زي ما تكون 100 جرام، لو هي كيلو زي ما تكون 10 جرام، مش هتفرق، لان هي في الاخر سامبل انت بتعمل لها ايه؟ اناليسس بديفرنت ميثودز. مفهوم؟ بس بتحدد لك ليميتس ما ينفعش تنزل عنها. فهنا الليمت بتاعك بالنسبه من 10 لغايه اقل من 100 كيلو بتتكلم ان لازم الفاينل سامبل بتاعتك او سامبل اللي تاخدها تكون مش اقل من 500 جرام، وزي ما قلت لكم ممكن تاخدها على مره واحده، ممكن تعمل ريبيتد سامبلنج من ديفرنت بورتس، دي بتاعتك انت اوبشنال، والافضل زي ما قلت لكم ان دايما تعمل الريبيتد سامبلنج، ده رايي تمام. اكوردنج للجايد لاينز الريبيتد سامبلنج بيتم برضو فين؟ في الحاجات اللي هي اكتر من 100 كيلو، ودي اغلبيه المصانع بتشتغل في الكميات دي خلاص. هنعمل ايه؟ نفس الخطوات بتاعه الباودر، بس الفرق ان الفاينل اوفيشال ويت بالنسبه لك ما ينفعش يقل عن 500 جرام، هناك كان الفاينل اوفيشال ويت بالنسبه لك في الباودر ما ينفعش يقل عن 250 جرام، هو ده الفرق بس. هنا بتاخد الضعف، بتاخد دايما ضعف الكميه بس كده تمام. انما مثلا نفترض ان انت جاي لك باتش كبيره اكتر من 100 كيلو، خلاص هتبتدي تعد عدد الباكجز عادي جدا، الكراتين اللي جايه لك قد ايه، وتبتدي تحسب الواحد على 10 بتاعتها، ده المينيمم، ممكن تحسب على اكتر من كده، انما ما ينفعش تحسب على اقل من كده، وتحسب الواحد على 10 بتاعها، سي مثلا طلع مثلا 10 او 20 خلاص، بيبقى كده انت عندك 20 سامبل لازم تاخدهم. تبتدي في كل مره تعمل زي الفيديو، تبتدي في كل مره تسحب من السامبل، ممكن تستخدم سامبلر او لا زي ما قلنا، تسحب كميه وتحطها، كميه وتحطها في بوكس، كميه وتحطها في ايه؟ في بوكس، لغايه لما يبقى معاك 10 او 20 بوكس حسب الحسبه بتاعتك. تاخد الكميه دي كلها وتعمل لها ميكسنج، تحطهم كلهم مع بعض، فتبقى بولد سامبل، كولكتيف سامبل. وبعدين تبتدي تعمل لها ميكسنج كويس جدا، وتعمل لها كوارترنج، طبعا فلاتنينج الاول وبعدين كوارترنج، ترمي اثنين دايجونال كوارترز وتخلي اثنين، وتعمل الاثنين دول ميكسنج وتوزنه. تمام، المفروض ان توصل في الاخر ان يكون عندك سامبل ما تقلش عن 500، ممكن تبقى ازيد من كده حسب احتياجاتك وحسب الاناليسز عندك هيمشي ازاي، بس كده. دي كده الفكره الاساسيه هنا، زي ما قلت لكم الفرق الوحيد بس في الويت اوف ذا فاينل اوفيشال سامبل، مش اكتر من كده.
اخر كيس هنتكلم عليها ان مش هيكون عندي هيربال ماتيريال ان بالك خلاص، هيكون عندي ريتيل باكجز. تعالوا بقى نشوف الريتيل باكجز دي هتمشي ازاي. تعالوا بقى شباب دلوقتي نشوف الكيس الثالثه بالنسبه لنا في عمليه السامبلينج اللي هي فكره الريتيل باكجز. زي ما شرحت لكم قبل كده، قلت لكم في الاول او في الجزء الاولاني من السامبلينج، قلت لكم ان احنا هيبقى عندنا نوعين، النوع الاولاني هو الباودرز، والنوع الثاني او سوري الرو ماتيريالز، والنوع الثاني هو الريتيل اللي هو الفينيشد برودكتس او حتى الان بروسيس برودكتس اللي هي بدات تبقى في شكل فارماسيوتيكال ايه بريباريشنز. ولكن في اغلبيه الاوقات بتكون الريتيل دي خلاص بتكون اللي هي الفينشد زي ما انتم شايفين هنا كده، وخلاص متعبيه وهتروح الايه الصيدليات، تمام. وبالتالي يبقى مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين هنا طريقه السامبلنج هتتم ازاي. هتقولي هو انا بعمل سامبلنج هنا ليه؟ انا بعمل سامبلنج هنا لان انا محتاج اعمل كواليتي كنترول بروسيس على الفينشد برودكت، فانا محتاج برضو اخد سامبل من البرودكت اللي طالع واتاكد ان هو تمام، وبالتالي محتاج اعمل سامبلنج بشكل مظبوط. طيب الحالة دي بقى اعمل فيها ايه؟ انا هنا عندي تو كيسز، تمام؟ الكيس الاولاني هناك كنت بقسم اكوردنج لي شكل النبات، هل هو باودر او حالته، هل هو باودر ولا هل هو بيسز. اما هنا الكيسز بتاعتي بقسمها اكوردنج لي هل هي لارج باتش ولا سمول باتش. طيب ايه حتة لارج باتش وسمول باتش دي؟ كلمة small batch معناها ان انا بتكلم دايما الليميت بتاعي في اللي يفرق لي بين الاتنين هو الرقم 5، افتكرها كده، ان السمول باتش هي الـ up to 5 boxes. ولما نتكلم على boxes فاحنا بنتكلم على container، على كرتون بوكس او على اي شكل من اشكال الكونتينرز اللي هي بتبقى متعبي فيها الباكجينج يونتس زي هنا كده. يبقى دي ممكن نعتبرها باكجينج يونتس، اللي هي علب الدواء مثلا ازايز، بنتكلم على علب الدواء اللي هي مثلا كبسولات او شرايط او غيره، يبقى بنتكلم ان كل علبه من دول هي الباكجينج يونت. انما اليونتس دي متعبيه جوه كراتين، فالكرتونه دي هي دي البوكس اللي انا بتكلم عليه. فلو احنا بنتكلم لغايه 5 بوكسز اتس ا سمول باتش، تمام. طبعا 5 بوكسز دي قليل قوي انها تطلع من المصنع بالشكل ده، تمام. ولكن هنتكلم على الحاله دي هنعمل فيها ايه. خلاص يبقى ال 1 تو 5 بوكسز دي تعتبر سمول باتش، واتفقنا ان بوكس هنا معناها كونتينر مش باكجينج يونت. وبالتالي في الحاله دي يبقى اب تو 5، يبقى لغايه 5 احنا نعتبر سمول. في الحاله دي اعمل ايه؟ قال لك تيك 10 كونسيومر باكجز. خلي بالك الكونسيومر باكج هي الباكجينج يونت، بس احنا هنا بنقولها بقى ايه عشان ده ريتيل خلاص البيشنت هو اللي هيشتريه فبنسميه كونسيومر باكج. يبقى باختصار شديد احنا في الجزء الاولاني كنا بنتكلم على ميلي كراتين او بنتكلم على باكجز ايا كانت شكل الباكج ده ايه. ممكن تكون شكاير مثلا، شكاره ومليانه فيها النبات بتاعك عادي، تمام، حسب ما هي جايه لك من الفندر عامله ازاي. فدي كان عشان كده كنا بنسميها باكجز وخلاص. انما في الريتيل باكجز احنا بنتكلم دايما ان عندي بوكسز اللي هي الكرتون بوكسز اللي هي الكونتينرز، ودي بيكون موجود جواها الباكجينج يونتس اللي احنا هنا هنسميها كونسيومر باكجز. ففي الحاله الاولانيه اللي هي حاله السمول باتش احنا بيبقى عندنا اب تو 5 بوكسز، دي نعتبرها سمول. في الحاله دي اعمل ايه؟ قال لك تيك 10 كونسيومر باكجز، يعني تبتدي تعد 10 كونسيومر باكجز. طبعا بالعقل كده لو انا بتكلم، خلي بالكم ان الحاله دي من 1 ل 5، يعني ممكن يبقى عندك بوكس واحد، ممكن عندك 2 3 4 5، كل ده انت في السمول باتش. فانت ممكن تاخد هنا الجايد لاينز ما قالتلكش تاخد ال 10 كونسيومر باكجز منين، ممكن تاخدهم كلهم من نفس البوكس وممكن تاخدهم من ديفرنت بوكسز حسب، تمام. وبالتالي هنا مفيش حاجه في الجايد لاين بتقول حاجه معينه، ولكن بتاكد على العدد ان لازم ناخد 10 كونسيومر باكجز، تمام. انا بفضل ان انت لو مثلا عندك 5 بوكسز خد 2 من كل ايه، من كل كونتينر، يبقى انت كده ريبريزنتنج الباتش كلها اللي موجوده عندك. انما لو انت عندك اوريدي 1 كونتينر واحد او 1 بوكس واحد خلاص هتاخد ال 10 منه، فاهمني قصدي ازاي؟ فهنا مفيش حاجه ثابته، مفيش قاعده ثابته في النقطه دي. ولكن زي ما قلت لكم انا دايما بفضل تعمل ريبيتد سامبلنج، وريبيتد سامبلنج يبقى من ديفرنت بارتس من الباكج او من الباتش، سوري من ديفرنت بارتس من الباتش بتاعتك، سواء الباتش دي ريتيل او الباتش دي بالك، تمام. طيب خلصنا جبنا ال 10 كونسيومر باكجز. طبعا الكونسيومر باكجز دي غالبا هتكون فورمولا، يعني هتكون فارماسيوتيكال بريباريشن، تابلت كبسول حسب بقى، تمام. فانت بتبتدي اغلبيه الدايتري سبلمنتس بتكون اورال، يعني فغالبا هيكون تابلت او كبسول، وغالبا بتكون كبسولات. وبالتالي في الحاله دي الا بقى لو في حاجات سيربس دي ممكن نبقى نتكلم ليها قصه مختلفه شويه في التعامل، انما خلينا نركز في الحاجات اللي هي الميجر اللي هي غالبا بتكون دايتري سبلمنتس في صوره تابلتس او كبسولز.
في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما قلت لكم، هناخد ال 10 كونسيومر باكجز نبتدي نحاول ان احنا نحولها لباودر، تمام؟ فاحنا بنعمل زي بول سامبل تاني، فاحنا بنعمل البول سامبل دي لو هي كبسولات بنفكها ونجمع الكونتنت اللي فيها، لو هي تابلتس بنبتدي نطحنها، المهم ان يبقى عندي بولد سامبل زي اللي اتعملت قبل كده في حاله الباودر او في حاله الايه الرو ماتيريال اللي هي ان بالك، تمام؟ نبدا نعمل لهم كلهم البول سامبل دي، نجمعها مع بعض شكل البيراميد، الفلاتنينج، ميكسينج اند كوارترينج، لغايه لما اوصل لل 250 جرام سامبل. يبقى ايا كان ال 10 كونسيومر باكجز دول في الاخر هيطلعوا لي باودر قد ايه وزن، الوزن ده ببتدي اعمل له ميكسنج وكوارترنج لغايه لما اوصل للفاينل باكج او الفاينل سوري اوفيشال سامبل اللي هي بتبقى 250 جرام، تمام؟ يبقى هنا بنتعامل معامله الباودر ان بالك اللي هي بتعمل ميكسنج اند كوارترنج لغايه لما توصل ل 250 ايه جرام بنفس الطريقه بالظبط، تمام؟ يبقى ده الحاله بتاعت السمول باتش. طب تعالوا نشوف الحاله الثانيه اللي هي حاله اللارج باتش دي، تمام؟ حالة اللارج باتش يبقى انا بتكلم اي باتش عندي من الريتيل باكجز هيكون فيها اكتر من 5 بوكسز، يبقى 5 ده سمول، اكتر من 5 انت بتتكلم بقى في اللارج ايه في اللارج باتشز. طيب تعمل ايه بقى في دي؟ قال لك في الحالة دي انت برضو هتعمل نفس الفكرة اللي عملناها هناك لما بيكون عندي الوزنة بتاعت الرو ماتيريال اكتر من 100 كيلو. كنت بعمل ايه؟ كنت باخد 1/10 من هناك، كنت بعد عدد السامبلز، اعمل ريبيتد سامبلينج وعدد السامبلز بتاعتي تكون 1/10 من النمبر اوف باكجز. هنا بعمل حاجه شبهها شويه، بعمل ايه؟ بعمل الاول بختار، انا عندي كونتينرز كتير، انا عندي اكتر من 5 بوكسز، نفترض مثلا ان انا عندي 100 بوكس مثلا، تمام؟ يبقى انا اعمل حسابي ان انا لازم اختار من ال 100 دول عشرهم على الاقل. يبقى هنا الواحد على عشرة مش النمبر اوف سامبلز، لا هنا الواحد على عشرة هي النمبر اوف بوكسز اللي انا هاخدها. فبالتالي لو انا عندي 100 بوكس يبقى انا هاخد منهم 10 على الاقل 10 بوكسز فور سامبلينج، 10 بوكسز فور سامبلينج. طب هل هاخد ال 10 بوكسز دول افضيهم واخد كل اللي فيهم واعمل سامبل؟ لا طبعا. هتفتح ال 10 بوكسز دول اللي هم المينيمم بالنسبه لك اللي هم يعتبروا الواحد على 10 من النمبر اوف بوكسز او بنقول عليها ساعات هول سيل كونتينرز، برضو ده اسم تاني لازم نبقى عارفينه، وابتدي اخد من كل بوكس 2 كونسيومر باكج. يبقى هاخد من كل بوكس كام؟ ات راندوم كده 2 كونسيومر باكجز، يعني 2 زي دول كده، تمام؟ اخدهم واجمع كل ده مع بعضه كبول سامبل وابتدي اعمل ميكسينج وكوارترنج زي ما احنا متعودين، وابتدي لغايه لما اوصل للفاينل اوفيشال سامبل ويت اللي هو 250 جرام. فهمنا؟ يبقى دي كده الجايد لاينز بالنسبه للسامبلينج في الحالتين، لو انا عندي هيربال رو ماتيريال ان بالك او لو انا عندي هيربال ماتيريال او ريتيل باكجز او فينيشد ايه فينيشد برودكتس، تمام؟ يا رب تكون الدنيا كده وضحت معاكم. وكده ده بالنسبه للجزء الايه السامبلينج كده خلصناه باذن الله على خير. في بعض بقى الحاجات الحالات اللي هي بتبقى اكسبشنز، بس انا مش عايز اخش قوي في تفاصيلها لان هتاخد معانا وقت طويل، فانا بكتفي قوي بالحاجات اللي هي الميجر اللي بتشوفها كتير جوه المصنع، تمام؟ فيبقى دي الكيسز تقريبا اللي بتبقى موجوده للسامبلينج سواء للرو ماتيريال او للريتيل باكجز. يبقى تاني عشان نراجع الريتيل، احنا بنتكلم ان السمول باتش اللي هي بتبقى لغايه 5 بوكسز انت بتاخد 10 كونسيومر باكجز وخلاص على كده، تاخدهم بقى من 1 هول سيل كونتينر اللي هو يعني بنقول عليه الكرتون او البوكس بتاعنا، تاخدها من اكتر من واحد حسب، المهم تاخد 10 كونسيومر باكجز وتبتدي تكمل ميكسينج وكوارترنج عادي. اما بالنسبه لحاله اللارج باتش فانت الاول لازم تعد عدد الكونتينرز، عدد الهول سيل كونتينرز اللي انت هتاخدها، فبالتالي حسب عدد التوتال عدد بتاع الكونتينرز تاخد عشرهم على الاقل اتليست زي ما قلنا قبل كده، فتاخد عشرهم ومن العشر ده تبتدي تفتح البوكسز دي وتاخد من كل بوكس منهم 2 كونسيومر باكج وتبتدي تجمع كل ده مع بعض وتشتغل ميكسينج وكوارترنج لغايه لما توصل للفاينل اوفيشال ويت. هتلاحظوا ان الخطوات دي كلها والجايد لاينز المكلكعه دي كلها الهدف منها في الاخر ايه؟ تو انشور الهوموجينيتي بتاعه السامبل، دي حاجه، تو انشور الافيشنت ميكسينج، دي تاني حاجه، الحاجه الثالثه ان السامبل اللي انت واخدها فعلا از ريبريزنتنج ذا هول باتش، وده يمكن اهم هدف، يعني ده المين ايم في الاخر، ان انا بعمل كل ده وبعمل الميكسنج الكويس وبعمل الكوارترنج عشان اقلل السايز بتاع السامبل، ولكن الهدف الاساسي في الاخر هو ده المين جول، ان انا السامبل اللي هاخدها واشتغل بيها بعد كده اللي هي بنقول عليها الاوفيشال سامبل دي لازم تكون ريبريزنتنج ذا هول باتش، بس كده، تمام؟
هتلاحظوا ان كل خطوه بتتعمل ليها هدف. الميكسنج اللي بعمله خلال فتره الميكسنج عشان اوصل الاول للبول سامبل، اولا البول سامبل دي لو تلاحظوا هتلاقيها بتمثل ديفرنت بارتس من الباتش دايما، فدايما بختار من اماكن مختلفه من الباتش، ودايما في الحاجات الكبيره بعمل ريبيتد سامبلينج، كل ده عشان حته الهوموجينيتي وعشان حته ان انا اضمن ان انا ممثل فعلا للباتش كلها اللي قدامي. تمام كده، دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد ما بعمل بول سامبل بعمل ميكسنج كويس جدا، فالميكسنج ده بيضمن لي الهوموجينيتي ان ما يبقاش فيه هيتروجينس سامبل خلاص عندي. وبعدين ببتدي اعمل كوارترنج، الكوارترنج الهدف منه ان انا اقلل السايز بتاعت السامبل لغايه لما اوصل في الاخر للفاينل اوفيشال ويت، وبكرر البروسيس دي اكتر من مره عشان يحصل نفس الاهداف بشكل مور افكتيف، سواء الميكسنج الاي بي افيشنت، الريدكشن بتاع السامبل يبقى اكتر، تقدر تعمله بشكل اكبر، ان السامبل بتاعتك تبقى مور هوموجينس، انها تبقى ريبريزنتنج اكتر للايه للهول باتش. فيا رب تكون الدنيا كده وضحت. ده كده بالنسبه لي جزء السامبلينج خلصناه على خير. تمام، النقطه الاخيره اللي عايز اتكلم عليها في حته السامبلينج، ان احنا بنقول ان لازم بعد ما توصل للفاينل اوفيشال سامبل اللي هي 250 جرام او 500 جرام في حاله مثلا البيسز، مهم قوي قوي ان انت في المرحله دي تقوم ساحب جزء صغير من السامبل، ممكن يبقى جرام 2 3 حسب الاس او بي، حسب الستاندرد اوبريتنج بروسيدير بتاعت المصنع بتقول ايه، كل مصنع بتختلف. المهم ان انت بتاخد جزء من السامبل مش كبير وبتشيله از ريفرنس ماتيريال، should be kept as a reference material. انت بيبقى عندك 250 جرام، عندك 500، ممكن يكون عندك اكتر من كده زي ما قلنا قبل كده، انما مش ما ينفعش يكون عندك اقل. فبتاخد من الجزء ده سامبل صغيره وتخليها ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني بتشيلها على جنب وبتكتب ان دي ريفرنس ماتيريال للباتش رقم كذا اللي انت واخد منها سامبلينج، بحيث ان بعد كده لو حصل اي حاجه يبقى عندك الريفرنس ده تقدر ترجع له في اي وقت. يعني نفترض مثلا ان انت شكيت في بعض النتائج، عايز تعيد تجارب والسامبل اللي معاك خلصت، خلاص انت واخد عندك جزء سايبه على جنب لاي مشكله لاي طوارئ، عايز مثلا تقارن حد يشتغل تاني ويقارن النتائج اللي انت عملتها بنتائج حد تاني، فبالتالي مهم قوي انه يبقى عنده ريفرنس ياخد السامبل دي يجربها، بحيث يبقى في ديفرنت اناليستس اشتغلوا على نفس السامبل وطلعوا هل طلعوا نتائج زي بعض ولا نتائج مختلفه. ده مهم، فبالتالي مهم قوي ان انت يبقى عندك ريفرنس ايه ماتيريال متشاله على جنب وما يتعملش عليها اي نوع من انواع الايه الاناليسيس. وطبعا كل باتش بتيجي المصنع بيتعمل لها السامبلينج وبيتعمل لها الريفرنس ماتيريال بتاعتها، تمام، سواء من الرو ماتيريال او الفينيشد اي برودكت، لان انتوا عارفين ان الرو كل باتش بتطلع بيبقى ليها رقم، فبيبقى في باتش نمبر جوه المصنع لكل حاجه بايه بيتم انتاجها او حتى للرو ماتيريال اللي بتخش. تمام، بس كده.